أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الـ Multiple Choice Questions Lectures for Introduction، ودي هتشمل على شيئين، هتشمل على الـ Body Fluids وهتشمل على السيل. أهم حاجة فيها السيل ميمبرين والترانسبورت أكروس ذا سيل ميمبرين. ومرة بأخرى بقول يا أولاد إن this is the best way to study the multiple choice questions، إن أنا حاطط فيها الأسئلة اللي هي بتيجي وورلد وايد وبالتالي تصلح للمراجعة في أي حتة. وقلت إنك بعد ما تسمع المحاضرة فمفروض حضرتك هتروح تشوف المصدر الخاص بيك اللي هو كتاب القسم أو ما شابه وتحل الأسئلة، ويبقى جنبيك ورقة. الأسئلة اللي هتغلط فيها هي اللي فقط هتعمل حاجتين: هترجع للمصدر النظري أو لمحاضرتنا عشان تشوف أنت ليه غلط، وبعدين تعيدها تاني. اللي هي قلت زي ما كانوا بيدونا إملاء لما بنغلط 5 6 أخطاء، ما يرجعوش يملونا الإملاء كاملة، يملونا الأخطاء بس. طب غلطنا في الخمسة في واحدة، يبقى نعيدها مرة تالتة and so on. ده البيست واي. تاني حاجة بقولها يا أولاد، انه المحاضرات دي مش مقصود بيها فقط انها تبقى للمالتيبل تشويس، ده الهدف الاول، انما هي في نفس الوقت كوندنسد كورس، كراش كورس، ناتشيل، ملخص رائع للموضوع. لان انا عملت حسابي ان في كل 3 محاضرات اساسيه بيتم تلخيصها في محاضره واحده. وعليه لما حضرتك تخلص الامتحانات وعاوز تراجع تاني الفسيولوجي بتاع الترم الاولاني، ده بيست واي. اديني بقولها لك اهو، هتسمع المحاضرات الاساسيه مره واحده وبعدين تسمع بعد كده المحاضره المالتيبل تشويس كويشنز اللي هي في نفس الوقت قلنا كوندنسد كورس، كورس مكثف، كراش كورس، ناتشيل يعني العصاره، تسمعها اكتر مره. بالامانه هتجد نفسك يعني حفظت الفسيولوجي من غير مجهود. وزي ما بقول ان الفسيولوجي هو الركيزه اللي بيرتكز عليها كل مواد الطب، لان لا يمكن انت شغلتك كطبيب تصلح الديستربنس في الفانكشن. المرض بيعمل ديستربنس في الفانكشن، لا يمكن هتعرف الديستربنس وتصلحه الا اذا كنت فاهم النورمال فانكشن اساسا. طيب نتوكل على الله ونبتدئ المالتيبل تشويس للانترودكشن، وعندنا 13 pages to be discussed يا أولاد، 13 لوحة هنعملها discussion. أول لوحة هنبتدي بالبادي فلويدز. قلنا إن المية بتمثل 60% من وزن الجسم، دي معلومة في الام اس كيو. less في الأوبيس يعني الناس اللي عندهم تخان عندهم فات أكتر، والفيميلز اللي عندها فات أكتر. إنما more in infants في الرضيع تصل الى 70 ل 75%. تمام. وعليه قلنا الرضيع اللي هو في الفيرست 2 ييرز، ايه التطبيق الاكلينيكي بتاع النقطه دي؟ تبقى عارف ان هو احتياجه للماء اكثر وبالتالي مقاومته للديهايدريشن للجفاف اقل. دي معلومه مهمه جدا. طب نيجي ال 60% دول متوزعين ازاي؟ قلت ان المعظم 40% موجودين داخل الخلايا، سواء خلايا الجسم او خلايا البلد، لان قلت احنا مش سفنجة يا اولاد. فرصة تواجد الماء داخل الخلايا تابع معايا بالليزر اقل من فرصة تواجد الماء خارج الخلايا، اللي جوه فرصته اكتر من بره. عشان كده داخل خلايا الجسم وخلايا الدم 40%، الاكسترا سيلر 20%. طب هذا الاكسترا سيلر بيرجع ينقسم الى قسمين يا اولاد، 15% بين خلايا الجسم ونسميه انترستيشال فلويد، و5% ما بين خلايا الدم ونسميه بلازما. وعندي تامل سريع، هو ليه ربنا خلى الانترستيشال فلويد بين خلايا الجسم 3 مرات؟ ما هو 15 الى 5 تبقى 3 لواحد، ده بتيجي كده في الام اس كيو. البلازما، ان ده بيمثل ريزيرف البلازما، لان انا لو اصبت هفقد البلد. طب افرض ان مفيش مستشفى عشان
يعوضوني بفلويد محلول ملح او حتى ببلاد ترانسفيوجن. ايه الموقف؟ الضغط هينهار والشخص يبقى موقفه خطير. فربنا خلى ان اول حاجه تحصل انترستيشن فلويد يعوض البلازما، لانه 3 اضعاف حجم البلازما. اما بتبقى فاهم يا اولاد بتتذكر الارقام بصوره اسهل، انك فاهم المغزى انه وراء الخلق خالق. يعني حتى الارقام بتحدثنا عن ان وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. طيب اول سؤال مهم جدا في المالتيبل تشويس هو ايه الفرق بين الاكسترا سيلر والانتر سيلر. فانا حطيته في جدول من 5 نقاط، ومع شق مثل عشق النظام هما اتفقا في 4، اسف اختلف في 4 واتفق في شيء واحد. يبقى 4 اختلفوا فيه. نيجي اول نقطة في الاختلاف، الفوليوم. لسه قايلين ان الانترا 40% والاكسترا 20%، 60 متقسمين 40% انترا و 20% اكسترا. قلت في نوع من الام اس كيو يجيب لي نفس المعلومة بس بالوجه الغير مألوف، اللي حتى قلناها الشكل الحلوف. يبقى ممكن يجيب لي الانترا للاكسترا 2-1 تبقى صح برضه. بس بليز، وبقولها وما بزهقش ولا امل، في الام اس كيو لازم الستيتمنت ما تبقاش صح، ما تبقاش صح افتح ودانك معايا، الا لو كانت من اولها لاخرها غلط صح. انما ممكن اولها يبقى صح واخرها يبقى غلط. بمعنى لو قال لي طيب 2-1 بس قالها لي اكسترا تو انترا غلط. اكسترا تو انترا يبقى 1-2. يبقى بليز عشان الستيتمنت تبقى صحيحه لابد من اولها الى اخرها تبقى صحيحه، مش اولها يبقى صح واخرها يبقى خطا. فممكن يجيبها لي بصوره ثالثه المعلومه دي، ان يقول لي الانترا دبل ذا فوليوم اوف اكسترا، صح برضه. ما هو 40 ضعف ال 20. طيب ثاني نقطه في الاختلاف وثالث نقطه في الايونات. الايونات اللي بتروح للكاثود يبقى بتحمل شحنات موجبه فنسميها كاتاينز، والعكس الشحنات اللي بتروح للانود اللي هو القطب البوستيف بتحمل شحنات سالبه. وقلناها بطريقه جميله الاختلاف الثاني والثالث، ان الايونات الاكثر بداخل الخلايا كلها بتبتدي بحرف البي. وبقول بص يا اولاد افتحوا دانك معايا، ما بقولش دول بالداخل فقط والتانيين بره فقط، مفيش عندنا حاجه مطلقه في هذا الكون غير الخالق سبحان الله. بقول دول جوه اكتر ودول بره اكتر. بدي فاكر في النيرف كنا قلنا لك ان البوتاسيوم 35 مره جوه النيرف اكتر من بره، وبالعكس قلنا الصوديوم بره النيرف مش فقط اكتر 10 مرات من جوه النيرف، يعني موجود بره وجوه. فمفيش شيء مطلق، اللي موجود جوه اكتر يبتدي بحرف البي. يلا يا اولاد قلناهم دي ثالث مره نقولها في مراجعات المالتيبل تشويس. البوزيتيف هو البوتاسيوم، حتى قلنا ويرمز ليه بحرف الكي اللي هو كاليوم، لان الاصل عربي ان هو كالوي بس هم ما عندهمش حرف القاف فبيكتبوها كاليوم. كاليوم يعني قلوي، انما الاصل عربي. كلمه قلوي دي عربي وحكيت قصتها في اوانيها. طب ومين نيجاتيف؟ البروتين والفوسفيت، يبقى كلها بحرف البي. بوتاسيوم بوزيتيف، بروتين وفوسفيت نيجاتيف. طب اللي بره لا ما فهمش حرف البي. صوديوم بوزيتيف وكلورايد وبايكربونات نيجاتيف. الفرق الرابع في البي اتش، مين مور اسيديك ومين لس اسيديك. انا عاوز ناس فاهمه مش حافظه. انا قلت يا اولاد جمله مهمه قوي، ان جسمنا لا ينتج الا احماض، الميتابوليزم ينتج اسيدز فقط. وحتى فسرت لك حاجه رائعه، هو ليه البي اتش بتاعت الجسم 7.4 الكالاين في جسم لا ينتج الا احماضا؟ يبقى لازم نبقى منتظرينها بوسط قاعدي عشان نعدلها. شوف التفسير جميل ازاي، يبقى اول مره تفهم اللي هو 7.4. يبقى الجسم بينتج احماض. تفتكر بذكائك الاحماض دي بتنتج داخل الخلايا ولا خارج الخلايا؟ طالب قال لي طبعا جوه، الميتابوليزم جوه الخلايا. يبقى الاحماض بيتم انتاجها داخل الخلايا ثم يتم معادلتها خارج الخلايا. عشان كده اتوقع ان البي اتش بتاع السيلز مور اسيديك، لانها بتنتج داخل السيلز. الانترا سيلور هيبقى هو مور اسيديك، وبعدين بعد كده هتتعادل بره، عشان كده الاكسترا سيلور ليس اسيديك.
ده الاختلافات الأربعة. يبقى اختلفوا في الفوليوم، الانترو قد الاكسترا مرتين 40 ل 20%، اختلفوا في الايونات البوزيتيف والنيجاتيف، ده الاختلاف الثاني والثالث اللي جوه بحرف البي، بوتاسيوم بوزيتيف بروتين وفوسفات نيجاتيف، بره صوديوم بوزيتيف كلورايد وبايكربونات نيجاتيف. اختلفوا في البي اتش ان الانتراسيلولار مور اسيديك. امال اتفقا في ايه؟ في الاوزموتيك بريشر. ليه؟ تعالى افهمها لك، لان في سؤال داخل سؤال هنا في الام اس كيو، ان كل السيل ميمبرينز والكابيلاري ميمبرين في الجسم، افتح ودنا سؤال ام اس كيو، فريلي بيرميبل توتر. بس يبقى الطالب ذكي، ادام هم فريلي بيرميبل توتر يبقى الميه هتقعد تخرج وتدخل وتدخل وتخرج ما بين الانترا والاكسترا والبلازما لحد ما كلهم يبقى لهم نفس الضغط الاسموزي اللي هو 290 ملي ازمول. خد بالك ملي ازمول، قلت لك هما بيغيروا في نوع احد انواع الام اس كيو، ما بيغيروش الرقم، بيغيروا التمييز، ملي ازمول نوت ازمول. خلاص، لو جابها لك 300 ملي ازمول اعتبرها صح، طبعا الاصح 290 بس 300 ما تعتبرهاش خطا. تمام. طيب هنا بقى يبقى ده خمس فروق في الام اس كيو. هل انا مطلوب مني اعرف تركيز انهي ايونات؟ قلتها لك، اللي بره بس. ليه فكرت فيها؟ لان احنا كاطباء بناخد العينه من البلاد من الاكسترا سيلر، يعني بنحلل الاكسترا سيلر، ففي التحاليل الطبيه بنعرف انت نورمال ولا اب نورمال من الاكسترا سيلر مش الانترا، عشان كده الاكسترا اهم. فقلت الصوديوم 145 ملي اكوفالنت بير لتر، ده رقم مهم جدا، وقلت ملحوظه جميله انه الكلورايد والبايكربونيت هو متحد يا مع كلورايد يا مع بايكربونيت، لما تاخد مجموعهم تقريبا تلاقيهم 140، الكلورايد 115 والبايكربونيت 28، يبقى المجموع حتى بالظبط بالظبط 143. حتى قلت هنا مش هناك، لما اقول في الانجليش فيرجن هقول لهم الفرق الاثنين دول نسميهم انيونيك جاب ومهمين جدا في الطب، بس عندنا في جامعاتنا العربيه ما بيهتموش بيها. المهم انا عاوزك بالنسبه لنا يبقى الصوديوم 145 والنيجاتيف اللي متحد معاه تقريبا 145 143. لو خدت بالك، عشان ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، هم دول مسؤولين عن الاوزمولاليتي اللي هي 290، الصوديوم 145 والنيجاتيف ال 145 التانيين اللي هم دول مع بعض 143. يبقى عليه تركيز الصوديوم يمثل ايه بقى يا اولاد؟ نص الاوزمولاليتي. خد بالك ال 145 نص ال 290. هتقول لي طب ليه بيهتموا بيها هنا جدا في الام اس كيو؟ لانها ليها تطبيق اكلينيكي. لو عاوز تعرف الاوزمولاليتي يو دونت هاف، مفيش داعي تقيس كل حاجه، تقيس صوديوم بس 145 تضربه في 2 يبقى الاوزمولاليتي بتاعت الشخص ده 290. سؤال مش كده مهم جدا. طيب من الايونات اللي جوه، ما احنا قلنا موجوده جوه وبره، مين اهم واحد؟ البوتاسيوم، لان قلت الجمله المشهوره كما انه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل. البوتاسيوم ده بره ما يهمنيش، جوه احنا ما بنقيسوش جوه، لازم يقل عن 5 ملي اكوفالنت بير لتر، 4.5. حتى قلت لك رقم الحسن لازم يقل عن 5، يبقى حافظها صم. عارف ليه؟ لان لو زاد ل 6 او 7 كارثه، لازم تعمل غسيل كلوي تصور عشان خاطر ترجعه للنورمال. اذروايز لو وصل 8 بيحصل لخبطه في القلب، كمان 3 يعني 5 بقوا 8، 3 اهو، هو لازم يبقى تحت 5 بقى 8، اريثميا لخبطة في ضربات القلب، كمان 3 بقى 11 قلبك يقف، مفيش هزار في البوتاسيوم، نو جوك اتول في البوتاسيوم، مفيش هزار في البوتاسيوم، فالرقم مهم جدا بتاع البوتاسيوم، تحت رقم الحسد اهو 5 وخميسة، 3 اريثميا، بقى لما يوصل 8، كمان 3 وصل 11 يقف القلب ان دايستول في حالة انبساط، أهم المعلومات في الطب، عشان كده 6 7 على طول نعمل غسيل كلوي، لأن الكلية هي اللي المفروض تظبط البوتاسيوم. أدي التطبيقات الإكلينيكية، احنا مش بنحفظ أرقام بنسلي روحنا، طالب يمسك لك في كتاب لسه عمال يحفظ انترا واكسترا، انترا واكسترا إيه يا بابا؟ احنا بنقيس الإكسترا بس. يبقى تحفظ لي صوديوم 145، كلورايد وبايكربونات تبقى فاهم إن الرقمين مع بعض تقريبا 145، 115 و28. طب مين أهم واحد جوه عاوزين نعرفه بره قد إيه؟
البوتاسيوم اقل من 5 ملي اكويفالنت بير لتر. دي الاعداد اللي بتيجي وورد وايد. انا عارف الاسئله وورد وايد لاني فاهم التطبيق الاكلينيكي مش كتاب جاي اقرا معاك. بوتاسيوم ده مهم جدا اقل من 5 ملي اكويفالنت. تعرف هذا الكلام كويس قوي. كانت هذه يا اولاد هي اللوحه الاولى. ننتقل للوحه الثانيه الديترمينيشن. ازاي بنعين برضو ام اس كيو اهو. بنعينها بحاجه اسمها فيك برنسبل، قاعده فيك او دايلوشن برنسبل، وهي قاعده طفوليه زي ما بقول. لو انت في حجم ما انتش عارفه تعرفه ازاي؟ احقن انديكيتور. يعني ايه انديكيتور؟ حاجه انديكيت يعني يدل على. لو قسمت الاماونت اوف انديكيتور اللي انت حقنتها على تركيز الانديكيتور بعد ما توزع توزيع متجانس يديك الفوليوم. طالب قال لي طب قولها لنا مساله طفوليه. حقنت 6 ملي جرام انديكيتور وسبت 10 دقايق لما يتوزع في الفوليوم اللي انت عاوزه توزيع متجانس، وبعدين خدت عينه لقيت التركيز 2 ملي جرام في اللتر، يبقى في جوه كام لتر؟ الستة اتوزعوا بحيث ان في 2 في كل لتر، يبقى الستة لازم يتوزعوا في 3 لتر، يبقى الفوليوم يساوي الاماونت اللي هو 6 على الكونسنتريشن اللي هو 2 تبقى 3. ادي الفيك برنسبل، كلام بتاع اطفال. 6 توزعوا كل 2 في لتر، يبقى لازم جوه يبقى فيه كام لتر؟ ده لك زي الاطفال. بص اهو ادي 6 اهو، يبقى ادي 2 في لتر و2 في لتر و2 في لتر بقوا 3. عيب بقى، مش عاوزين عبط. يبقى ازاي بيحسبوا الفوليوم؟ الاماونت ديفايدد باي كونسنتريشن. لو جات لك مساله في الام اس كيو وغلطت فيها تبقى فضيحه. الانديكيتور اللي استخدمه ده في الام اس كيو لازم بقى ايه؟ لازم بقى انرت. يعني ما يغيرش الهيمودينامكس جوه الجسم. لازم يبقى نوت يوزد باي ذا تيشو. طب استخدم بالتيشو هدور على ايه؟ لازم ما يسمش الجسم، يبقى نوت توكسيك. يبقى نو تشينج ان هيمودايناميك، نوت توكسيك اند نوت يوزد باي ذا تيشو. ثلاثة نقط اهو. لا يغير الهيمودينامكس، يعني ما يغيرش الحجم، والا غير الحجم سحب ميه اكتر طلع ميه اكتر يبقى كده باظ القياس. يبقى لازم يبقى انرت، يعني ملوش علاقه بالهيمودايناميك ومش توكسيك ونوت يوزد باي ذا تيشو، الا لو استخدم هقيس ايه؟ ده سؤال ام اس كيو. طيب في الام اس كيو الاهم من الطريقه انها تيجي مساله انهي انديكيتور يقيس انهي كومبارتمنت. احنا عندنا 5 كومبارتمنت يا اولاد، 3 بنقيسهم بنقصهم واثنين بنحسبهم. يعني 3 بص معايا بالليزر ميجرد واثنين ما مش ميجر ما بنحسبهمش ما بننسهمش بنتحسبهم كالكوليتد. قلتها بطريقه سهله جدا. عشان احسب التوتال بادي ويتور يبقى لازم اجيب حاجه تتخفف في كل الميه. مفيش حاجه تتخفف في كل الميه الا الميه، فبنجيب نوع معين من الماء اللي هو اسمه هيفي ووتر، ديوتريوم اوكسايد، بيستخدموه في المفاعلات الذريه للتبريد. مفيش حاجه تتخفف في كل الميه انترا واكسترا غير الميه، يبقى الهيفي ووتر. طب لو عاوز اقيس الاكسترا سيلولر يبقى حاجه ما تدخلش جوه الخلايا. طب الصوديوم اساسا بره الخلايا، يبقى نجيب صوديوم ثايوسيانيت او شوجر سكر اسمه انيولين. حضرتك سمعت عن الانيولين؟ عمري ما سمعت عنه، ولا خلاياك سمعت عن الانيولين ده. خلاياك تسمع عن الجلوكوز. فلو حقنت الشخص بانيولين خلايا ما تعرفوش، مش هتدخله جواه، يبقى هيتوزع في الاكسترا بس. شوف الجمال. طب عشان اعين البلازما فكره جميله قوي. تجيب حاجة تلزق في البلازما بروتينز فتبقى في البلازما بس. صبغة زرقاء عملها راجل اسمه ايفان، فاكر ايفان الرهيب؟ حتى بقولها كده عشان الطلبة بتقول لي ساعات بنفتكر الحكايات. فاسمها ايفانس بلو داي. الصبغة الزرقاء بتاعت ايفان. أو نجيب بلازما بروتينز ليبلد يعني متعلمة براديو اكتف ايودين، لازق فيها راديو اكتف ايودين، يبقى هي بلازما بروتين، يبقى تتخفف في البلازما بس. ليبل يعني معلمه. عارف لما بنروح نشتري تي شيرت ولا شورت ولا غيره بيبقى عليه ليبل. ليبل ده اللي هو حته الورقه اللي مكتوب عليها المقاس والسعر، يعني بتقول لك ايه ده. فبلازما بروتين ليبل ويز راديو اكتف ايودين. يبقى قسنا التوتال بادي ووتر بالهيفي ووتر، الاكسترا سيلر بحاجات ما تدخلش جوه الخلايا، شوجر ما تعرفوش الخليه فمش هتدخله، انيولين
او الصوديوم اللي بيبقى بره الخلايا صوديوم ثاني شانين. عاوز تقيس البلازما يبقى حاجه متعلقه بالبلازما، بلازما بروتين، يا اما صبغه زرقاء بتاعت ايفان، يا اما بلازما بروتين ليبل دوزيديو اكتيف ايودين. دي يا اولاد اسئله ام اس كيو، الانديكيتور ده ام اس كيو. طب الاثنين اللي بنحسبهم، لو عندك التوتال وشلت منه الاكسترا يديك الانترا، يبقى الانترا هو توتال ناقص اكسترا. طب لو عندك الاكسترا وشلت منه البلازما يديك الانترستيشال فلويد، اكسترا ناقص بلازما، سهل قوي. نيجي اللوحة الثالثة، هيموستيزيس. هيموستيزيس قبل ما ابتدي في الام اس كيو قلت لك السؤال مناظر، في نوع من الام اس كيو يجيب الكلمات المتشابهه ويقول لك دي ايهما نوع. ما احنا قلنا في 10 11 نوع من الام اس كيو اتكلمت عليهم في الكورس، نوع خاص بالارقام، نوع خاص يديك المعلومه في اولها صح واخرها غلط، نوع المعلومه تبدو داخل القصه وهي غلط، زي ما اقول لك المونو سينابتيك ريفلكس في 1 انتر نيرون غلط، المونو ما فيهوش 1. السكيلتال ماسل فيها ماسكارينيك ريسبتورز، لا ما فيهاش ماسكارينيك، فيها نيكوتينيك. انواع. فكلمه هوميوستيزيس خدناها بالتزامن مع هيموستيزيس، لا دي حاجه ودي حاجه. هيموستيزيس هيم يعني دم، ستوب بليدنج، انما هوميوستيزيس يعني تثبيت المسكن، هوم يعني مسكن، وقلتها بطريقه طفوليه. السمك يعيش في الماء، اهو رسمه طفوليه. طب خلايا الجسم مين بيتها؟ الاكسترا فلويد. يبقى بيت السمكه هو الميه، بيت الخليه هو الاكسترا فلويد. يبقى لما اقول انا عاوز اثبت المسكن بتاع الخليه يبقى انا عاوز اثبت الاكسترا فلويد اللي هو هنسميه الانترنال انفايرمنت. يبقى الهوميوستيزيس تثبيت المسكن في الوضع الامثل، ما انت لازم مش تثبتها في اي نقطه، لازم تثبت الحراره عند 37، البي اتش عند 7.4، الازمولاليتي لسه قايلين 290، قول لي التمييز، التمييز ايه؟ ملي ازمول انسون. يبقى الهوميوستيزيس تثبيت المسكن في الوضع الامثل. طب مين هو المسكن بتاع الخليه؟ الانترنال انفايرمنت، البيئه الداخليه بتاعتها، الاكسترا فلويد. يبقى تو كيب ذا انترنال انفايرمنت اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد كونستنت، كده نص الاجابه. فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز، تثبيت المسكن في الوضع الامثل. انما تثبت الحراره عند 43 حصل بروتين ديناتوريشن والانسان مات. تثبت البي اتش عند 7 أو 8 مش 7.4 بموت. طيب تاني نقطة في الام اس كيو بتيجي هنا اهو برضو ده ام اس كيو. هل في اورجن معين اللي بيعمل هوميوستيزيس؟ لا، موست سيستمز ار انفولفد ان هوميوستيزيس. النقطة التالتة، حب النظام قوي، الامبورتنس، ايه أهمية الهوميوستيزيس؟ أهميته ما تعيش من غيره، اتس اسينشال for life، مهم لكل نواحي الحياه. living growing functions، لازم تبقى الـ 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 البيئه الداخليه بتاعت الخليه ثابته. it ensures يعني تؤكد ان يبقى في constant physical وchemical environment، البيت ثابت physically وchemical برغم التغيرات خارج الجسم. in spite of external and internal changes. بمعنى يا اولاد يعني درجة الحرارة بره تبقى النهاردة هو دلوقتي أنا قاعد درجة الحرارة 13 تحت الصفر، كلها تلج الدنيا خلاص، ومع ذلك حرارة الجسم 37. يبقى تنشور ايه؟ الفيزيكال والكيميكال انفايرمنت تقعد ثابتة برغم التغيرات الخارجية أو الداخلية. النقطة الرابعة، it includes two changes. احنا قلنا هو الاكسترا سيلر يا اولاد بيتبادل مع مين؟ اهو الاكسترا سيلر مع الانترا سيلر من ناحيه ومع البلازما بتاعت البلاد من ناحيه ثانيه. يبقى اذا ات انكلودز تو تشينجز، ما بين الاكسترا والانترا او ما بين الانترستيشال فلويد والبلازما. الاكزامبل النقطه الخامسه، اديني تو اكزامبلز. التمبرتشر، عشان حراره الجسم تقعد ثابته عند 37 لازم الطاقه الناتجه تساوي الطاقه المفقوده. الهيت برودكشن ايكوال ذا هيت لوس. طب نيجي عشان نحتفظ بالبي اتش الثابت، قلتها لك القصه دي، جسمنا لا ينتج غير احماض، فاول حاجه تتصدى ليها البفر، تعادل الاحماض ان فراكشن اوف سكند، في جزء من الثانيه. بس عيب البفر انها بتحول الحمض القوي لحمض ضعيف، ما بتلغوهوش تماما.
طب نتخلص ازاي بقى من هذا الحمض الضعيف؟ الحمد لله يعني معظم مشكله حمض قوي هيغير بي اتش جامد حولنا لحمض ضعيف، ده البفر ده في جزء من الثاني. الاحماض نوعان يا اولاد، قلت لكم يا متطايره فولاتايل زي الكربونيك اسيد اللي هو بيتحلل بالكربونيك انهيدريز لكربون دايكسايد، كربون دايكسايد يطلع عن طريق اللنج وميه اهو فولاتايل اسيد، او فيكسد اسيدز زي السلفيوريك زي الفوسفوريك زي اللاكتيك اسيد ده ينزل عن طريق الكدني. يبقى فهمت كم جزء تتعاون في ضبط البي اتش؟ ثلاثه. البفر تصدت اولا حولت السترونج الويك، الويك اسيد. طب ده الاسيدز نوعان يا فولاتايل، دي مهمه الرئه تطلع السي او 2 اللي هو كان اصله كربونيك اسيد، لو كربونيك اسيد حول السي او 2 ماي يطلع السي او 2 والفيكسد تخلص منه الكلى. طيب اخر نقطه بقى يا اولاد اللي هي النقطه السادسه الميكانيزمز، يعني حتى في مراجعه النظري هبقى اركز ان هم ست نقط في الهوميستيس تكتبوا. احنا عندنا تو ريجيلاتوري سيستم، يا اندوكراينال يا نيرفس، يبقى 100% يا اندوكراينال يا نيرفس، دول التو كنترول سيستم. اندوكراينال سلو ليه؟ لانه شغال بالهرمونز. الهرمونز يا اولاد اسرع سرعه ليها هي بتمشي فين؟ في الدم. شوف مين يفتكر في السيركوليشن باذن الله في الترم القادم. اسرع سرعه للدم في الاورطه نص متر في الثانية، بينما النيرفس الاشارات العصبيه انتوا عارفين تصل سرعتها ل 120 متر في الثانيه في جروب اي الفا في النيرف، يبقى دي سلو ودي رابت. طب ليه ربنا عامل تو كنترول سيستم؟ قلت لكم في عجاله، واحد يبتدي النيرفس والتاني يكمل اللي هو سلو. زي ما قلت لما باكل محتاج عصاره معديه، طب الاكل بيستقر في المعده بعد ثواني، يبقى نبتدي نيرفس، العصاره المعديه تبتدي تطلع نيرفس. طب بس الاكل هيقعد في المعده ساعات، يبقى العصاره المعديه تستمر في الافراز اندوكراينال. This is why ربنا عمل نيرفس اندوكراينال. ليه واحد رابيد وواحد سلو؟ مش بمنطق المركب اللي ليها رئيسين تغرق، لا ده كل رئيس واحد يبتدي والتاني يكمل، يعني هما كومبلمنتري متكاملين مش متضادين. شوف الروعه في الخلق يا اولاد. قلنا بقى مش عايز اضيع وقتي في الكلام ده كتير، ان احنا عندنا تسمعها في المراجعات اللي قبل كده، وحده الوظيفه هي ريفلكس ارك، وحده التركيب هي النيرون، النيرون از ذا ستراكشرال يونت، بينما الريفلكس ارك از ذا فانكشنال يونت. قلت لك مره ده نوع من الاسئله يجيب لك واحده مع الثانيه الغلط، النيرون هي الستراكشر تركيب، انما الريفلكس ارك هو الفانكشن. وقلنا حتى الريفلكس اركس نوعين، لو التقى الافرين مباشره بالافرين يبقى مونو سينابتيك زي الستريتش ريفلكس، لو في وان انتر نيرون بقى في اكتر من مكان التقاء، اكتر من سينابس، مو سينابس يعني مكان التقاء، تبقى بولي سينابتيك زي بقيه الريفلكس. طب الفيدباك ميكانيزم ده سؤال ام اس كيو وصعب، ركز معايا. معظم الفيدباك ميكانيزم نيجاتيف فيدباك، يعني انا عاوز احافظ على سبستانس بي، فلو سبستانس اي زودت سبستانس بي انا مش عاوز بي يزيد، بي ترجع تقلل ايه اللي بيزودها، تعمل له انهيبيشن، تقول له كفايه كده ما تعمليش ستيميليشن، فبالتالي بي ترجع الى سابق عهدها. يبقى ايه زودت بي فبي قالت لها عيب كده عملت انهيبيشن لايه، ده يسموه نيجاتيف فيدباك. بقولها للطلبه بطريقه جميله قوي، عندما تختلف الاشارتان يعني ايه زود بي بس بي نقص ايه تبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف لما الاشارتين يختلفوا، وده النوع الاكثر شيوعا في الجسم اولموست اول، والغرض منه انه يعني يرجع بي باك تو نورمال، بي زادت عاوزه ترجع نورمال، قالت ليه تلمي ما تعمليش ستيميليشن اكتر من كده. انما بالعكس لو ايه زودت بي وبي زودت ايه، او العكس ايه نقصت بي فبي نقصت ايه، يعني هنا اتفقت الاشاره الاثنين بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف، نسميها بوزيتيف فيدباك. يبقى امتى نسميها نيجاتيف؟ عندما تختلف الاشارتان. وامتى نسميها بوزيتيف؟ بوزيتيف عندما تتفق الاشارتان. تمام، ده كان اللوحه الثالثه. نيجي للوحه الرابعه، بس احنا خدنا اللوحه الثالثه من ورا شويه. نيجي السيل ممبرين بقى يا اولاد. مش عاوز اضيع وقت لان ده مش نظري، في النظري هضيع وقت اكتر. انه السيل ممبرين بيتميز بخمس مميزات، انا مقايل لك في الام اس كيو طبعا، انه فيري ثين دي مش هتجيلك.
75 ل 100 انجستروم، الاستيك مش هتجيلك عشان يرجع لوضعه لو انبعك. دول المهمين يا ولاد في الام اس كيو، انه دايناميك. وقلت كل حاجه في جسمك دايناميك ما عدم لا اكل ولا امل. النيرف والماسل، النيرف سيل لو ماتت ما تعملش غيرها، والماسل سيل اللي هي الماسل فايبر. وانا قلت لك مين المايوسايت؟ هي الماسل فايبر. دول دايناميك. السيل ممبرين دايناميك، يعني بيتكسر ونعمل غيره، بنحب نجدد. كل حاجه دايناميك ما عدا النيرف سيلز والماسل سيلز. يبقى ده سؤال صح. تاني نقطه في الام اس كيو، هل هو بيرميبل ولا امبيرميبل ولا سيمي بيرميبل؟ قلت طبعا لازم يبقى سيمي بيرميبل، ينفذ حاجات وما ينفذش حاجات، لانه لو بينفذ كل حاجه ملوش لازمه، كان يبقى مش موجود خالص. ما بينفذش ولا حاجه الخليه تموت، يبقى ما ينفعش يبقى امبيرميبل وما ينفعش يبقى فريلي بيرميبل. انما ساعات يعكسك في الام اس كيو، احنا سيمي بيرميبل دي في العموم يعني يفوت اشياء وما يفوتش اشياء، لكن لما اتكلم على شيء بذاته اقول لك بالنسبه للاكسجين الهواء او الماء الووتر طبعا لازم يبقى فريلي بيرميبل. يعني لو اتكلم على الاكسجين بس والميه بس، ده هو الحياه مرتبطه بالاكسجين والميه، يبقى لازم يبقى فريلي بيرميبل اكسجين اند ووتر. لكن لما اتكلم في العموم يبقى سيمي بيرميبل. يبقى افهم الكلمه، مش تحفظ لي سيمي بيرميبل وخلاص كلمه عامه في اي حاجه. سيمي بيرميبل في الكلام العام، لكن لما يحدد ماده بذاتها تفكر هو بيرميبل ولا امبيرميبل. سؤال ثالث في الام اس كيو، كومبوزد اوف كل المواد العضويه، بروتين فات وكربوهيدرات، مين اهمهم؟ ده سؤال ام اس كيو. البروتين واكثرهم البروتين، يبقى البروتين 55% وهو ده الاكتف. طب السؤال بصوغه في السيره في الام اس كيو انا حافظهم واحده واحده. The more the membrane is active the more its كمل protein content. بروتين هو العضو النشط، يبقى كل ما كان الممبرين اكثر نشاطا كان اكثر احتواء على بروتين. الليبيدز 42%، شويه منهم فوسفوليبيد وشويه كوليسترول، الكربوهيدرات اقلهم 3%. هنا بقى هنتكلم على الليبيد والبروتين والكربوهيدرات ورقم السعده ديك شايفه. حب قوي الطرق دي، لا اعشق مثل عشق للنظام يا اولاد. 2 2 2 رقم الساعة، كل حاجة تعرفي فيها 2 في الام اس كيو. شايفها اهي منورة، وقايل لك ليه عامل لك اللون الأصفر؟ هشرح لك في سنة تانية بإذن الله في السبيشال سنس، ده أكتر لون بيشوفه الإنسان وأظن أنت شايفه كويس قوي. الليبيد باي لاير، ده سؤال ام اس كيو أهو. باي لاير يعني معمول كأنه من تو لايرز سيل ممبر. في نوعين تو تايبس، فوسفوليبيد والكوليسترول. طب هنا في سؤال مهم، في واحد مسؤول عن التفنس يعني قوه الممبرين انه طف، وفي واحد مسؤول عن الفلكسبيليتي قابليته للانثناء المرونه. قلت الرجل الشارع عارف الاجابه، الكوليسترول مرتبط بمرض تصلب الشرايين. اه بس يبقى خلصت الاجابه، يبقى الكوليسترول هو بتاع التفنس التصلب، يبقى بالاكسكلوجن الفوسفوليبيد هو الفلكسبيليتي. شوف طريقه ازاي لطيفه في تذكر الام اس كيو مش في حفظه. كوليسترول ده ماده مرتبطه بتصلب الشرايين، يبقى هي دي بتاعه التصلب. اثيروسكليروز، سكليروز يعني صلب، يبقى مرتبطه بالتفنس. الفوسفوليبيد بالفلكسبيليتي والبرميابيليتي. يبقى باي لاير 2 تو تايبس 2. الفوسفوليبيد مولكيول جزئين هيد وتيل اهو، هنقارنهم في 2 و2. الهيد بيبقى هيدروفيليك بيحب الميه، وعشان كده موجود اكستير ناحيه الميه، في ميه بره الخليه اكسترا سيلر وفي ميه جوه الخليه انترا سيلر. يبقى الهيد اللي بيحب الميه ناحيه الميه، ساكن قصادي وبحبه لناه. اما التيل اللي هو هيدروفوبيك كاره للميه، يبقى لازم يبعد عن الميه، يبقى انتيرور مدفون جوه الممبرين. يبقى نقطتين مرتبطين ببعض، اللي يحب الميه يبقى لبره، ده الهيد. اللي ما يحبش الميه يبقى لجوه. في سؤال ام اس كيو هنا بقى، اما يبقى الموليكيول فيه جزء هيدروفيليك وجزء هيدروفوبيك نسميه في الام اس كيو امفيباثيك. وقلت افتكر الكلمه لما يقول لك ايه الخاصيه دي اسمها ايه حتى في الشفوي، بص كده في وجه الممتحن وروح ماسك مناخيره تقول له اسمها امفيباثيك. بقولها في مزاح عشان تفتكرها. طب قول لي بنفتكر حاجتها ازاي؟ تروح امفيباثيك.
انفي باثيك، لما يبقى جزء كده وجزء كده يبقى انساها بقى. طيب النقطتين اللي بعد كده مرتبطين ببعض. طب الهيد فيه فوسفيت جروب يبقى تشارجد، لان الفوسفيت فيها 3 نيجاتيف، انما التيل فيه فري فاتي اسيد يبقى انشارجد. يبقى كل النقطتين مرتبطين ببعض، كل حاجه 2. يبقى اللي بيحب الميه اكستيرو، ادي نقطتين، هيدروفيليك يبقى اكستيرو ده الهيد، اللي ما يحبش الميه هيدروفوبيك يبقى انتيرو ده التيل. طب سؤال داخل سؤال، يبقى انفيباثيك. طب النقطتين اللي بعديهم، ده فوسفيت جروب يبقى تشارجد، ده فري فاتي اسيد يبقى انشارجد. خلصنا الليبيد، ننتقل للبروتين. بروتين جلوبيلار يونتس يعني كور اهي. الكور نوعان، جلوبيلار جلوب يعني كور، اي جلوب كرة العين. لو البروتين واخد الهول ثيكنس اوف ذا ممبرين يسموه انتجرال، لو موجود في ناحيه واحده بس يبقى بيريفر. كل له وظيفتين اساسيتين. الانتجرال بيشتغل كتشانل، الشانلز كلها عباره عن انتجرال بروتين. وفكر فيه، الشانل لا قيمه لها الا اذا خدت الثقب، خد الممبرين من اوله لاخره، يبقى لازم البروتين ياخد الممبرين من اوله لاخره الهول ثيكنس، يبقى لازم يبقى انتجرال. الواحد بيفكر وكذا الكارير بروتين، هيشيل ماده من بره ويلف بيها يدخلها جوه، يبقى لازم يبقى متصل ببره وجوه، يشيل ماده لبره زي الصوديوم او البوتاسيوم ويلف يحطها جوه والعكس. يبقى الانتجرال البروتين هي تشانل يا كارير اهي، يا تشانل يا كارير. طب والبريفرال بروتينز ممكن تشتغل كريسبتور كانزايم. طب مين جوه مين بره بالعقل؟ الانزايم قلنا الميتابوليزم جوه الخلايا، بقى لازم الانزايم انتيرو. الريسبتور حتى اللي بيستقبل لازم بره، من منطق الادب حتى الاتيكيت لما حد يخبط على الباب اطلع له بره استقبله، يبقى الريسبتور بره. قلت جمله مهمه يا اولاد، ان البريفرال بروتينز جزء من الانتجرال بروتين، يعني مش دي كور لوحدها ودي كور لوحدها، يعني الكره الكبيره بيطلع منها كور صغيره، يطلع منها لبره تبقى ريسبتور لجوه تبقى انزايم. قلت جمله ثانيه مهمه في الام اس كيو، زي ما الفات انفي باثيك البروتين انفي باثيك، اللي ناحيه الميه يحب الميه واللي جوه ما يحبش الميه. ده سؤال ام اس كيو. طب سؤال ثالث في الام اس كيو، طب احكي لي السيل ممبرين عباره عن ايه بالظبط؟ تصور السيل ممبرين ده مش سوليد زي ما انت متفاهم، ده في حاله سيوله. اتس فلويد ليبيد باي لاير. فلوتينج فيه، عايمه فيه البروتين والكربوهيدرات. فلوتينج اهي. يبقى هو فلويد ليبيد باي لاير عايم فيه باي لاير اهو، فلويد ليبيد باي لاير عايم فيه البروتين والكربوهيدرات. طب نيجي الكربوهيدرات، كل حاجه اثنين نوعان، لو ماسك في بروتين يسموه جلايكوبروتين. لو ماسك في فات يسموه جلايكوليبيد، يعني موجود تملي ماسك في حاجه جلايكوبروتين او جلايكوليبيد، ليه وظيفتين. فاكر لما اتكلمنا في الاميونيتي قلنا فيه بادج لابساه كل خلايا جسمك او معظم خلايا جسمك، عشان كده قلنا اسمه ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس. ليه سموه كومبلكس؟ لانه معمول من بروتين وكربوهيدرات، كومبلكس. هيستو كومباتبل يقول ان الخلايا دي سيلف تبعنا، موافقه الانسجه، هيستو يعني نسيج، كومباتبل يعني موافقه، لانها مش موجوده في كل الخلايا، فقط في النيوكليتيد سيلز، فسموها ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس. دي الوظيفه الاساسيه للكربوهيدرات في السيل ميمبرين، ان الشاره اللي موجوده على كل خلايا جسمك اللي تخلي الاميون سيستم يعرف انها سيلف وما يضربهاش ويضرب النون سيلف، معموله من كربوهيدرات وبروتين، عشان كده سموها كومبلكس، حاجتين مش حاجه واحده، مركب. تقول انه هيستو كومباتبل، انه موافق الانسجه، موجوده فقط في النيوكليتيد، يبقى ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس، لما خدناها مع قصه الانشين بريزنتنج سيلز. تاني وظيفه للكربوهيدرات يا اولاد الادهيش، انها مهمه للادهيش. دي كانت نمره 4، عشان احنا خدنا صفحه من الاخر، عندنا 13 لوحه. نيجي اللوحه الخامسه في الديسكشن، هي رقم 4 بس احنا جبنا الهيموستيز من الاخر. ترانسبورت يا اولاد، كيف نعبر هذا السيل ميمبرين؟ 3 طرق. ديفيوجن، خد بالك سؤال ام اس كيو، وهي الطريقه الوحيده اللي باسف. الديفيوجن بانواعه الثلاث باسف، بينما ديفيوجن يعني انتشار. الاكتف ترانسبورت، النقل النشط، من اسمه اكتف، يبقى بنوعيه برايمري او سكندري اكتف. الفيزيكولار ترانسبورت، النقل الحويصلي بنوعيه، داخل اندوسيتوزيس خارج اكزوسيتوزيس اكتف. يبقى مين الوحيد اللي باسيف؟ الديفيوجن بانواعه الثلاث. ده سؤال ام اس كيو. طيب نيجي الديفيوجن.
تعرفي عنه اربع نقاط، كل نقطه ام اس كيو باخد النقطه الاولى مع الثانيه، لانه بيحدث مع التدرج زي بيبي نازل على سلايد، طفل نازل على سلايد، مش عاوز حد يزقه، هو بينزل لوحده. كونيه ويذ جريدينت او الونج جريدينت او داون جريدينت في الام اس كيو اي واحده صح، ويذ جريدينت الونج جريدينت داون جريدينت. وحتى قلنا جريدينت لو بتكلم على ملح يبقى فرق تركيز كونسنتريشن، على غاز يبقى فرق ضغط بريشر، على اين يبقى الكتريكال، النيجاتيف يروح للبوزيتيف، البوزيتيف يروح للنيجاتيف. وقلنا لما الايون ينتقل من تركيز عالي لتركيز واطي ونيجاتيف رايح لبوزيتيف ما يسموهاش الكترو كونسنتريشن، يسموها الكترو كيميكال جريدينت. يعني ساعات في اتنين مع بعض تو جريدينت شغالين في حاله الاينز، من نيجاتيف لبوزيتيف يبقى الكتريكال، والايون كتير هنا قليل هنا يبقى كونسنتريشن، يسموها الكترو كيميكال. كونيها مع التدرج تبقى باسف، فيش اي تي بي، نو اي تي بي. نيجي للفاكتورز، بتجي لكم مساله الفاكتورز افكتنج ديفيوجن كتار جدا، هم مهتمين بخمسه، مش هم خمسه، مهتمين بخمسه دايركتلي بروبورشنال مع ثلاثه، تناسب طردي مع ثلاثه. تعال نقرا في المعادله ونخلص. فرق كل ما زاد فرق التركيز معدل انتشار هيزيد، الديفيوجن ريت يعني معدل انتشار، كل ما فرق التركيز زاد معدل انتشار يزيد، C1-C2. كل ما الاريا زادت معدل انتشار يزيد. فاكر الاريا بتاعت اللانج كانت ملعب تنس 70-80 متر مربع عشان تدي ديفيوجن جامد للغازات. كل ما التمبرتشر زادت، التمبرتشر دي اللي بتحرك المولكيول يا اولاد، كل ما ريت اوف ديفيوجن زاد. هنا بقى في سؤال ام اس كيو داخل السؤال، يبقى ايا كان العوامل الخمسه دول ات ابسولوت زيرو تمبرتشر، لو حطيت هنا بدل التمبرتشر زيرو يبقى الناتج يبقى زيرو، يتوقف الديفيوجن. نو ديفيوجن ات ابسولوت زيرو زيرو تمبرتشر، ده ديفيوجن ريت الزيرو. يبقى ده الثلاثه الطردي. طب اتنين عكسي، كل ما زاد الثيكنس اوف ذا ميمبرين، دي الطريقه، او يجيبها لك هي بطريقه ثانيه، اللينث اوف ديفيوجن، المسافه اللي هتمشيها المولكيولز، او الديستانس اوف ديفيوجن، يبقى هيقل، يبقى تناسب عكسي مع اللينث او الثيكنس او الديستانس. دي اللي صعبه بقى يا اولاد، كل ما المولكيول كبرت تعدي اكتر ولا اقل؟ اقل، يبقى التناسب عكسي، يبقى انفيرسلي بروبورشن حطيناها تحت، بس مش مع الموليكولار ويت او سايز، مع السكوير روت الجذر التربيعي. وعليه هدي مثال، ان بيجي لك مساله لو موليكيول قد موليكيول اربع مرات يبقى مروره مش اصعب اربع مرات، اصعب جذر اربعه الجذر التربيعي السكوير روت 4 2، اصعب مرتين بس. يعني خد بالك، الصغير يعدي مرتين قد الكبير. طب مثال اخر، لو موليكيول ايه اكبر من موليكيول بي 9 مرات، يبقى مين هيعدي اكتر؟ بي طبعا لانه اصغر، بس كم مره؟ مش 9 لواحد، خد جذر 9، جذر 9 السكوير روت اوف 9 يبقى 3، يبقى 3 to 1. ده مساله بتيجي. النقطه الثالثه، التايبس اوف ديفيوجن، في عندي 3 انواع من الديفيوجن. ديفيوجن بيحصل لوحده مش عاوز حاجه، فسموه سمبل ديفيوجن، بسيط. ديفيوجن محتاج كارير يشيل الماده فيسموها كارير ميديتد، بواسطه كارير، او فاسيليتيتد ديفيوجن، مسهل. نمره 1 و2 دول بنتكلم على الاملاح يا اولاد، نمره 3 بتكلم على الميه، سموها اوسموزس، ومش عاوز عبط. فين اصعب سؤال هنا؟ الديفيوجن بانواعه الثلاث باسيف، مش عشان بقى فاسيليتيت الديفيوجن بقى عاوز طاقه، مش عاوز عبط، عاوز كارير حامل، لكن مش عاوز اي تي بي، مش عاوز طاقه. فتقول لي فاسيليتيت الديفيوجن عشان بقى فاسيليتيت دي بقى عاوز انرجي، لا، الديفيوجن اديني قاطع في الكلمه، انا اقول ما اعنيه واعني ما اقوله، الديفيوجن بانواعه الثلاث باسيف نو اي تي بي، سواء كان لوحده سيمبل محتاج كارير فاسيليتيت ديفيوجن او كارير ميديتد، او للميه اللي هو الاسموس. دي اللوحه رقم 5 من 13. ناخد بقى سيمبل ديفيوجن، عاوزك كده تعيش معاه الموقف شويه. بص على الحائط اللي قصادك في الغرفه اللي انت فيها، تخيل الحائط ده اهو هو ده الممبر بتاع الخليه، وحضرتك عاوز تعدي.
قلت ان احنا بنتميز باننا ثينكر، بنفكر، وايماجينيتيف، ونستطيع ان نتخيل، نفكر ونتخيل. ده اللي بيميزنا عن معظم وليس كل الدواب، لان طبعا قلت الشمبانزي والاورانجوتان انسان الغابه والغوريلا، ما بنقولش القرد، في فرق. دول عمرهم العقلي زي طفل عنده سنتين ونص، فكروا وبيتخيلوا، وهبحكي لكم التجارب اللي اكدت انهم بيتخيلوا. ما علينا، عاوزك تتخيل بقى، انت احسن، احنا احسن شويه من الناس دي. انت قصادك الحائط ده عباره عن الليبيد، عايم فيه كرات من البروتين فيها ثقوب شانل، بس ده احسن خال. المنظر اللي انت شايفه ده هو ده السيل ممبرين، اللون الابيض ده ليبيد، عايم فيه فلوتينج فيه بروتين شانلز. يبقى حضرتك تعدي ازاي؟ لو انت سابستنس طالب عادي، خلي فيه احتمالين، يعدي في الليبيد سابستنس، ده الاحتمال الثاني، اعدي في البروتين شانلز. قلت للاوائل في احتمال ثالث في كليهما، ان بوث، في الليبيد سابستنس والبروتين شانلز. حلو، تعال فكر بقى، لو انا ماده ليبيد سوليبل، انا بدوب في الليبيد والممبرين ليبيد، فيما المشكله دي تبقى احسن فرصه، هو اساسا ليبيد، لان البروتين شانلز تمثل واحد على 100 بس من مسطح الممبرين. يعني اللي هيعدي في البروتين شانل، افهم ده سؤال ام اس كيو هنا، فرصته واحد على 100 من اللي بيعدي في الليبيد، يبقى سلور ده اللي بيعدي في الليبيد، دي لوحدها سؤال، لان عاد الثقوب مساحتها تمثل واحد على 100 من مسطح الممبرين. فاحسن فرصه لو انا سوليبل الليبيد، يبقى في الحاله دي هو ليبيد سابستنس وانا بدوب في الليبيد، فيما المشكله عدي. ونقطه بقى مهمه اهو، عامل ما كانوش كاتبينه من ضمن الخمس عوامل، عشان اوريك ان هم مش خمسه بس. الديفيوجن ريت بيتناسب مع السوليبيليتي، يعني كل ما انا هدوب اكتر اعدي اكتر. وقلت المثال كاشف ان وراء الخلق خالق، لما قلت الهواء والماء والغذاء، مين اللي لو حرمت منه الخليه ثواني تتوفاها الله؟ الهواء، على وجه التحديد ايه؟ الاوكشن، فربنا خلاه الاكثر ذوبانا، لدرجه قلت جمله جميله ان الاوكشن بيعدي في الممبرين من كتر ما هو دايب. فاكر الجمله؟ مرور الضوء من الزجاج، هل الزجاج بيمثل اي عقل من الضوء؟ كانه مش موجود، اهو كده بالظبط، ذا اوكشن diffuses through the cell membrane. اسمع بيت الجمله in English، as if the cell membrane did not exist، كان ما كانش فيه cell membrane. يعني مثال رائع. طيب يبقى ده اهم طريقه، دي اكتر طريقه، بس اكتر طريقه لوحدها سؤال ام اس كيو. طب لو حضرتك ليبيد انسوليبل، نفكر، يبقى انسى الليبيد، ما تدوبش في الليبيد، انساه، يبقى تفكر في البروتين شانل. طب البروتين شانل، بص للرسمه معايا، تخيل صغير، يبقى لازم تاني ميزه ابقى سمول موليكيولر ويت، والبروتين شانلز مليانه ميه، يبقى لازم ابقى ووتر سوليبل. يبقى شفت جبناهم ازاي؟ ما حفظناهمش، تخيلناهم، عشناهم. الفسيولوجي بعض من تخيلنا، ان لم نجده لاخترعناه. ما كان نزار قباني بيقول الحب بعض من تخيلنا، ان لم نجده لاخترعناه. اهو الفسيولوجي بعض من تخيلنا، انت متخيل، انت قاعد بتخيل معايا، انا ليبيد انسوليبل، يبقى انسى الليبيد. وكده فرصتك تقلصت واحد على 100 عشان تبقى عارف، تبقى سلو، الريت اوف ديفيوجن هيبقى سلو، ده سؤال اللي مسكيه لوحده. يبقى مين اللي هيعدي في البروتين شانل؟ اللي هو ليبيد انسوليبل. لان ايه اللي خلاه ساب الليبيد وراح البروتين شانل؟ ما يدوبش في الليبيد. طب بصوا كويس كده، في البروتين شانل معايا صغيره، يبقى لازم ابقى سمول ميكروويت، فيها ميه، يبقى لازم ابقى ووتر سوليبل. ومين احسن مثال في الدنيا؟ الاينز. طب من يحكم مروري؟ حضرتك قاعد قصاد البروتين شانل، حضرتك الاينز، احنا الاينز هنعدي، يحكم مرورنا حاجتين، الشانلز دي هتختارنا ولا مش هتختارنا؟ سيلكتيف بيرميابيلتي، نفاذيه اختياريه. والجيتس، الشانل دي البوابات بتاعتها فاتحه ولا قافله؟ يبقى يوجد عاملان، السيلكتيف بيرميابيلتي، النفاذيه الاختياريه، والجيتس. نيجي السيلكتيف بيرميابيلتي تبع لاشياء ثلاث، اهمهم الدايمتر، ان لازم ابقى اصغر من الشانل، يعني الدايمتر بتاع الشانل والدايمتر بتاعي انا كاين يبقى لازم اقل. ده الشيب، الشيب دي بحب اقولها كويس قوي.
ان قلت يا اولاد كل الايونات في الجسم مش موجوده بالصوره اللي عليها في جدول مندليف، انما محمله بالميه، محمله بالميه هيدريتد ووتر. لو الحموله كبيره قوي زي العربيه النقل، قلت المرفرف على الناحيتين حموله خشب، العربيه اصغر من النفق بس الحموله كبيره مش هتعدي. وقلت هنا تعبير رائع للزملاء الاصغر سنا يسمعوني، هو ليه النيرف ميمبرين كان بيفوت البوتاسيوم 20 ل 100 مره اكتر من الصوديوم، مع ان نفتح ودنك في جدول مندوليف الصوديوم اصغر من البوتاسيوم، الدايمتر بتاعه اقل، لان الصوديوم حمولته من الميه كبيره قوي. هو صغير بس الحموله كبيره، الهيدريتد صوديوم اكبر من هيدريت البوتاسيوم، انما البوتاسيوم بتاع جدول مندوليف بالعكس، البوتاسيوم بتاع جدول مندوليف من غير ميه اكبر من الصوديوم، كان المفروض الصوديوم يعدي اكتر. الصوديوم في جدول مندوليف اصغر، بس في الجسم احنا ما بناخدش جدول مندوليف، الهيدريتد صوديوم اكبر. فهمت الاول مره حاجه والزملاء الصغيرين يفهموها. وبعدين التشارجز اللي هم بسميهم الحرس، انا ايون نيجاتيف والتشارجز هنا بوزيتيف على الرحب والسعه، يعملوا لي اتراكشن، انا نيجاتيف هم نيجاتيف، غور في داهيه يعملوا لي ريبالشن. يبقى اللي بيحكم النفاذيه الاختياريه اشياء ثلاث، دايمتر شيب وتشارجز. طب نيجي بعد كده، هل التشانل جيتد ولا مش جيتد؟ لو هي نون جيتد مفيش اي مشكله، هي فاتحه على طول مفيش جيت. زي مين يا اولاد؟ الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل اللي كانت مسؤوله عن البولاريز ستيت. اما لو هي جيتد يبقى لازم الجيت تفتح. وقلت والابواب الموصده تفتح بطريقتين في الحياه كده، في بيبان بتفتح في الاوتيلات وبتاع بالكهرباء، يبقى لو بتفتح باي الكتريكال تشينجز تبقى فولتج جيت، زي الصوديوم والبوتاسيوم فولتج جيتد شانلز، فاكره؟ او لايجان جيتد، لايجان يعني زي باب البيت يفتح بمفتاح زي اللي موجودين في المصل. فاكر في السكيتا المصل كان الاستالكولين يمسك في الريسبتور يروح فاتح للصوديوم اساسا والبوتاسيوم، يبقى ده لايجان جيتد. وحتى هنا بصوا الفسيولوجي كامل الحياه، هل انت بتحط المفتاح اللي هو اللايجان، المفتاح هو اللايجان في اي حته في الباب؟ لا، بحطه في الاف اللي هو هنا الريسبتور. يبقى اللايجان جيتد دي بتفتح ازاي؟ لما اللايجان اللي هي الماده الكيميائيه يونايتس وذ ذا ريسبتور يروح فاتح. طيب وممكن اللايجان ده يشتغل من بره اكسترنال لايجان او من جوه انترنال لايجان، زي البيت، ما هو البيت ممكن افتح الباب بالمفتاح من بره وممكن اقفله وارجع افتحه من جوه. الهرمون زي الاكسترنال لايجان، انما الكالسيوم ده جوه بيفتحه من جوه السايكليك ام بي، يبقى ده البروتين شانلز. طب مين بقى يعبر في كلاهما حتى بقولها بطريقه حلوه، من يعبر في كلاهما بس بشرطين. ليه شرطين؟ ما انت قلت في كلاهما، يبقى لازم في شرط هنا وشرط هنا. عشان يعبر في البروتين شانل لازم يبقى سمول موليكيولر ويت. طيب وعشان يعبر في الليبيد وهو ليبيد انسوليبل يبقى لازم يبقى سرعته فائقه، بيعبر عارف زي الرصاصه، اما اقول لك البوليت لما اقول لك اضربها في الحيطه ما تعديش، اضربها بمسدس حيطه تخترق الحائط. ليه؟ عشان سرعه فائقه. لان المثال هنا رهيب، مين المواد اللي هي سمول موليكيولر ويت وان تشارجد؟ الميه واللي يدوب في الميه، واحسن مثال هنا الكربون دايكسايد في يوريا كمان. يبقى الميه واللي دايب في الميه، يبقى من يعبر في كليهما، شوف جمله لا تنسى، كلاهما اللي هو الميه واللي دايب في الميه زي الكربون دايكسايد واليوريا، بشرطين، عشان تعبر في البروتين شانل لازم تبقى سمول موليكيولر ويت، وعشان تعبر في الليبيد وهي ما بتدوبش في الليبيد. الميه يا اولاد ما بتدوبش في الزيت، الماء والزيت لا يختلطان، يبقى لازم تعبر زي الرصاصه، لازم تبقى سرعتها رهيبه بالرغم انها ما بتدوبش في الليبيد، بوم هتخترقه، تبقى لازم تبقى انشارجد. ليه؟ لانها لو تشارجد فكر معايا، في الاغلب هتقابل تشارجز جوه الممبرين من نفس النوع تبطئها، يبقى لازم تبقى انشارجد. يبقى ده السمبل ديفيوجن، مليون سؤال في السمبل ديفيوجن تبقى عارفه. اوعى تنسى السؤال الصعب اللي مش واخدين بالكم، ان اللي بيمر في البروتين شانل فرصته 1 على 100 قد اللي في الليبيد. تراجع بقى الفيديو تاني عشان نلحق.
ندخل في الورقة رقم لوحة رقم 7. عندنا 13 لوحة. Facilitated diffusion or carrier mediated diffusion. نعرف عنها أربع نقاط في الامس كيو. قبل ما ابتدي حتى قلت لك خد بقى مش عشان facilitated بقى فيها ATP. No ATP passive. الديفيوجن بأنواعه الثلاث No ATP passive. أي حاجة في أخيرها diffusion قلتها مع الاعتذار في التعبير. هباب هباب في أخره diffusion يبقى passive. مفيش ATP. الأول نفكر بذكاء. هما ليه سموه facilitated؟ لأن هنساعده بكارير. عشان كده سموه carrier mediated. خلاص؟ تخيل. بحب التخيل والذكاء يا ولاد. ايه اللي خلاني احتاجت مساعدة؟ يوجد شيئان هما اللي خلوني احتاج مساعدة. كوني lipid insoluble مش عارف اعدي في lipid. يبقى خلاص روح للبروتين channel. كوني مش سمول انما هاي موليكولار ويت مش عارف اعدي في البروتين شانلز. يبقى افهم يبقى اللي هنساعده في شرطين اساسيين انه مش عارف لوحده. مش بنحفظ بنفهم هو ليه مش عارف يعدي في الليبيد لانه ليبيد انسوليبل. وليه مش عارف يعدي في البروتين شانلز لانه لارج موليكولار ويت هاي موليكولار ويت. في الاخر هنعديه فين؟ في الشانل. يبقى لازم يبقى ووتر سوليبل. ادي المزاج ده وده احسن مثال ليه الجلوكوز. جلوكوز هو المثال. لازم يعدي مفيش تخليها تعيش من غير جلوكوز. بس جلوكوز مواصفاته ما بيدوبش في الليبيد والموليكولار ويت 180 فيري هاي موليكولار ويت 180. بس خد بالك بس السكر بيدوب في الميه يبقى في الاخر هنقدر نعديه في الشانل. واقول لك والفكره سهله نوسع له الشانل. الشانل ده نوسعها له يا اخي اهو. بص الجلوكوز بايندز مع الريسبتور اللي موجود في الكارير بروتين. خلاص باي ايد اوف انزايم. يبقى جلوكوز هيمسك في الريسبتور بتاع الكارير بروتين مساعده انزايم فهيعمل وايدنينج هيوسع له الحته الضيقه اللي هي الانر بارت اوف ذا شانلز فيعدي. فكره سهله قوي. وقلت حتى الفسيولوجي كمل الحياه اللي ضيق في الشانل مش الحته اللي بره اللي جوه. زي قلت لما بتجيب دريل اللي هو الشنيور وتحطه في الحيطه تلاقي في الاول الثقب زي الفل وكل ما تدخل الثقب يضيق. الفسيولوجي كمل الحياه يا اولاد. بس ادي الميكانيزم نمرة 3. النقطة الرابعة بقى الكاركترز. مين استجد عليا هنا؟ استجد عليا حاجتين. كارير وهو عشان يمسك في الريسبتور احتاج انزيم. الكارير ده مليان كارير سايتس اهي. احتاجنا انزيم. طب بماذا يتميز بقى سؤال المسكيول فاسيلتيتد ديفيوجن؟ انا بحبها لا هو هنا ما بيقولوهاش يتميز. هنا يختلف عن السيمبل ديفيوجن. ايه الفرق بين الفاسيلتيتد والسيمبل؟ لطالب ذكي عنده قدره تخيل هو ايه الفرق؟ ان في هنا كارير بروتين وانزيم. يبقى لازم الفروق الاربعه تعزى للانزيم يا للكارير بروتين. وجود الانزيم اداني فرق واحد من الاربعه. ان معروف ان الانزيم حساسه جدا للتمبرتشر. فبقى الفاسيليتيتد ديفيوجن لو قلت سنسيف تو تمبرتشر تبقى طالب غير ذكي. ليه؟ لان السيمبل ديفيوجن يا اولاد السيمبل ديفيوجن كانت سنسيتيف تو تمبرتشر. تحب اوريك اهو ارجع لك اللوحه تاني. السيمبل ديفيوجن اهي كانت من ضمن العامل اللي بتاثر فيها التمبرتشر. اهي التمبرتشر اثر. انما وجود انزيم مش خلاها سنسيتيف خلاها 10 مرات مور سنسيتيف فيري سنسيتيف هايلي سنسيتيف 10 تايمز مور سنسيتيف تو تمبرتشر تشينجز than simple diffusion. يبقى الكلمة المهمة هنا مش sensitive very very sensitive لأن هما اتنين sensitive. بس وجود انزيم في حالة الفاسيليتيتد وعدم وجوده في حالة simple خلى الفاسيليتيتد 10 مرات very highly sensitive to temperature. نيجي الكاري قلتهم بطريقة طفولية وجميلة يا أولاد. بصوا عندي أربع مواد A B C D وادي الكارير وادي الريسبتور بتاعته. بصوا للرسمه وتخيل مين يقدر يركب في الريسبتور دي. طالب قال لي A و B. طبعا لو قلت لي A بس غلط لان الـ هو بيركب حسب شكله مش حسب لونه. يبقى اول حاجه بقى فيه structural specificity في تخصص تركيبي مش لوني. A و B يركبوا لان الستراكشر يسمح structural specificity. يبقى اللي هيعدي هو اللي الستراكشر بتاعه يصلح انه يمسك في الريسبتور.
يبقى مش اي ماده بالمواصفات الثلاثه دي تعدي بالفاسيلتي ديفيوجن لو عندها ريسبتور كارير يسمح بان تمسك فيه ستراكشر سبيسيفيك. يبقى ايه وبي بس اللي هيقدروا يعدوا. وده يفهمك جمله مهمه جدا جدا، ان الكارير بروتين في الجسم ممكن تشيل اكتر من سابستنس، مش مخصصه لسابستنس واحد، اكتر من واحد. طب وعليه نفهم اللي بعدها لعبه الكاسه الموسيقيه، اي وبي بس، اشطب سي ودي دي ما ينفعوش دول، واحده مثلثه واحده مربعه، عاوزين دوائر. ان هيحصل ما بينهم كومبيتيشن، يعني ايه؟ يعني لو زاد تركيز A هيحتل مواقع اكثر خصما من المواقع اللي فاضله لبي، يبقى هيظهر ما بينهم خاصيه الكومبيتيشن. طب شيل بي عندناش غير ايه بس، كل ما تركيزها يزيد تحتل مواقع اكثر، يزيد تحتل مواقع اكثر، يزيد لحد ما كل المواقع تكملي، بعد كده لو زاد ما يقدرش يعدي، مفيش مكان. يبقى ظهرت ظاهره الساتوريشن، التشبع الماكسيمم. حتى بيجيب لنا كيرف هنا في الام اس كيو، بيجيبوه هنا كيرفات من غير الكلام ده، يقول لك ده الكونسنتريشن جريدينت وده الديفيوجن ريت، ديفيوجن ريت وده فرق التركيز. انهي كيرف بتاع السيمبل ديفيوجن؟ الاسود، لان ما فيش كارير، ممكن كل ما يزيد فرق التركيز يعدي اكتر، يزيد يعدي اكتر. انما الفاسيلتي ديفيوجن لما السايتس يبملوا مش هيقدر يعدي، ما فيش اماكن، يبقى يصل لماكسيمم او ساتوريشن، يبقى ده بتاع الفاسيلتي ديفيوجن. يبقى بماذا يختلف الفاسيلتي ديفيوجن عن السيمبل ديفيوجن؟ في اربع اختلافات. واحده بسبب الانزيم، انه بقى 10 مرات مور سنسيف تو تمبرتشر، وثلاثه بسبب البروتين كارير، انه الاستراكشر بتاعه دايره هو اللي يعدي، مثلثات مربعات لا، يبقى في ستراكشر سيفتي. ادام اكتر من ماده يبقى ما بينهم كومبيتيشن، حتى لو ماده واحده لما تحتل كل المواقع هيحصل ساتوريشن او ماكسيم. شوف شرح طفولي ازاي وجميل. ومره اخرى ما بدات بيه انهي بيه، ان يا اولاد نو اي تي بي، الفاسيلتيت ديفيوجن عاوز كارير بروتين مش عاوز طاقه. اي ديفيوجن مش عاوز اي تي بي، باسف اهي، عاوز كارير بس، عشان كده سموه كارير ميديتد. طيب نيجي اللوحه رقم 8، احنا قلنا سابقين بواحده عشان خلصنا يا استاذ. ديفيوجن نوع الثالث من الديفيوجن، يبقى خدنا اول نوع سمبل ديفيوجن لوحده، ثاني نوع عاوز كارير ديفيوجن. النوعين دول بتوع الايونات والاملاح. وعلى فكره لما اقول جلوكوز احنا بنعتبره ملح، مش ملح يعني طعمه مالح. اما الديفيوجن اوف ووتر فده نسميه اسموزيس. وركز معايا عشان هنا في مساله دي اللي بتضيع نمره، الاسموزيس. يبقى ما هو الاسموزيس؟ هو سمبل ديفيوجن اوف ووتر، مش للملح، للميه، من الناحيه اللي فيها مور ووتر للناحيه اللي فيها ليس ووتر عبر سيمي بيرميبل ميمبرين. طب شوف بقى اللخبطه، لما يبقى موجود ملح وميه، الناحيه اللي فيها ميه اكتر، بص لي اهو اديني بشاور بالليزر، هي اللي فيها ملح اقل، والعكس الناحيه اللي فيها ميه اقل هي اللي فيها ملح اكثر. احنا قلنا ان لما بنتكلم على الميه الديفيوجن بيحدث، انت بتتكلم على الميه فروم هاير تو لور، الناحيه اللي فيها ميه اكتر للناحيه اللي فيها ميه اقل. يغير لك ساعات سؤال في الام اس كيو، ما الناحيه اللي فيها ميه اكتر هي ليه فيها ميه اكتر؟ افتح ودانك، لان فيها ملح اقل. والناحيه اللي فيها ميه اقل هي ليه الميه اقل؟ لان فيه ملح اكتر. يبقى ممكن بدل ما اقول لك من الناحيه اللي فيها مور ووتر للليس ووتر، للناحيه اللي فيها ليس سولتس للناحيه اللي فيها مور سولتس. يعني الناحيه اللي الاوزموتيك بريشر بتاعها اقل هايبو اوزموتيك للناحيه اللي عندها هايبر اوزموليتي. دي ثالث طريقه للسؤال. يبقى من الناحيه اللي فيها ميه اكتر الميه اقل، دي طريقه. الطريقه الثانيه في الام اس كيو تعكسها في السولت، ما هو اللي فيها ميه اكتر فيها ميه اكتر، هي ليه فيها اكتر؟ عشان فيها ملح اقل، للناحيه اللي فيها ملح اكتر. طب ملح اقل تبقى هايبو اوزموتيك للناحيه اللي فيها هايبر اوزموليتي او تونيستي بنفس المعنى. ده سؤال. يبقى هنا الديفينيشن في ثلاث اسئله. ما قدروش يقيسوا قوه الاسموزيس، قاسوها بطريقه اندايركت، شافوا القوه اللي توقفها، الاوزموتيك بريشر. يبقى ما هو الاوزموتيك بريشر؟ هو البريشر نيدد تو ستوب اسموزيس، الضغط اللازم لايقاف قوه الاسموزيس، وما يساويه يضاده ووقفه يبقى يساويه. طب في هنا سؤال تاني في النقطة التانية، احنا عندنا سبع نقط في الاسموز مع شق مستعشق النظام، عددهم انا هم تلاقيهم سبعة.
كل واحد ملي أزمول، تحفظ الرقم ده ما حييت، يسحب المية بضغط تحت بقوة آسف تحتاج لضغط مقداره، بص للرقم هو منور 19.3 مليمتر مركوري، يعني الوان ملي أزمول يحتاج لضغط مقداره 19.3 مليمتر مركوري، عشان كده بنقيسه بالمليمتر مركوري. نقطة الثالثة في الام اس كيو، هل الاوزموتيك بريشر يعتمد على حجم ولا عدد الجزيئات ولا على الحجم والعدد؟ اختار الاجابه الصحيحه، نمبر ولا سايز ولا بوث نمبر اند سايز؟ الاجابه النمبر فقط، نوت ذا سايز اوف مونيتس. وقلتها بطريقه سهله وهقولها في عجاله او ارجع للمحاضرات اللي قبل كده. بص يا اولاد، احنا علمونا في ثانوي انه طاقه الحركه لاي موليكل ساوي نص الكتلة في مربع السرعة، half mass v square. الكينيتيك انرجي، الناس اللي ما بتفهمش غير انجليش، قلنا السنة الجاية هنعمل version international in English، الفيرجن اللي هنقوله ده المرة الجاية مش السنة دي بإذن الله، السنة الجاية كان في العمر والصحة الواقية، half mass v square. فالموليكل اللي كبير بسبب ان الماس كبيرة، الام اهي بقت سرعته قليلة، الفيلوسيتي قليلة، العكس بالعكس، الموليكل اللي الماس بتاعته صغيره الام الفيلوسيتي بتاعته كبيره، عشان كده طاقه الحركه لاي موليكل كبير صغير زي بعض، عشان كده الموضوع بقى موضوع نمبر وما بقاش موضوع كتله. فهمتها ليه؟ والزملاء الصغيرين مش عارفين السبب، اديني فهمتهم ليه، ليه الموضوع نمبر؟ عشان طاقه الحركه متساويه ما بين الموليكلز المختلفه، الكبير سرعته قليله واللي صغير سرعته كبيره بس. نقطة رابعة، ما هو المول؟ قلت واخدينها يا اولاد من اول ثلاث حروف او اربع حروف في انجلترا، يبقى المول هو الموليكولار ويت ان جرامز. شفت جابوا منين كلمة مول؟ موليكولار ويت ان جرامز. طب في انجلترا يكتبوها ام او ال اي، يبقى ياخدوا ام او ال اي. طب الملي مول يبقى هو الموليكولار ويت ان ملي جرامز، يبقى الملي مول، وده الاهم عندنا اللي احنا معظم الحاجات قلنا في البلاب بالملي جرام يا اولاد. ما فيش حاجه في البلاب بالجرام غير البلازما بروتينز والهيموجلوبين، انما الحاجات اللي عددها رهيب كلها بالملي جرام، عليه التعامل مع الملي مول هو المهم في الجسم، يبقى هو الموليكولار ويت ان ملي جرامز، والمول يبقى 1000 ملي جرام. النقطه الخامسه، طب ما هو الاوزمول؟ هو الاوزمولاليتي كوزد باي امول، يعني الاوزمولاليتي اللي بيسببها وزن جزيئي واحد من الملح. قلتها ليه برضو للزملاء الاصغر سنا اللي مش عارفين؟ لو خدت وزن جزيئي موليكولار ويت من جلوكوز من فركتوز من لاكتوز، او ثلاث حاجات مختلفه جلوكوز فركتوز لاكتوز، مش انت بتقول ان الاوزمولاليتي بتعتمد على النمبر؟ اه، كلهم بقى لما تاخد موليكولار ويت يحتوي نفس العدد من الجزيئات اللي هو اسمه افوجادروز نمبر، وبالتالي يدوا نفس الاوزمولاليتي، فسموها ذا اوزمولاليتي كوزد باي وان مول، يسموها ايه احلى من اوزمول. طالب ذكي قال لي الكلام ده حلو لو الماده غير متعينه، بس لو خدت مول من الصوديوم كلورايد وعديت الموليكل على الترابيزه اللي قصادي يطلع فيها افوجادروز نمبر، هقوم مرميهم في الميه، لان الاوزمولاليتي دي حاجه متعلقه بالميه، اللي عديته واحد على الترابيزه بقى اتنين، خلاص اللي عديته واحد بقى اتنين. لو خدت مول من الكالسيوم كلورايد بتعد واحد على الترابيزه ترميه في الميه بقى كالسيوم واتنين كلورايد بقى ثلاثه، وعليه المول من الصوديوم كلورايد يدي مش 2 مولز، يدي 2 اوزمولز، اهو شاطب لك المولز، والمول من الكالسيوم كلورايد يدي 3 اوزمولز. ده سؤال بيجي. النقطه السادسه، مساله دي أصعب مسألة عندنا في سنة أولى، ولكن ما عندناش حاجة صعبة يا أولاد، ركز معي ازاي نحل المسألة دي. قبل ما نحلها الأول عاوز أقول لك حاجة، الأوزمولال كونسنتريشن، النقطة السادسة أسف، إيه الفرق بين أوزمولاليتي وأوزمولاليتي؟ الأوزمولار كونسنتريشن يعني في كام أوزمولز في لتر المية، وده اللي مستخدم في الطب. الاوزمولاليتي ادق، في كام اوزمول في كيلو جرام ميه، هما الاثنين تقريبا زي بعض، لان في الاحوال الطبيعيه لتر الميه يزن كيلو جرام،
يعني لتر المية وزنه كيلوغرام. فالازمولاريتي هي الازمولاريتي، عدد الازمول اللي موجوده في لتر مية هم نفسهم اللي موجودين في كيلوغرام مية، لان لتر المية يزن كيلوغرام. ايه الفرق بينهم؟ ارجع للمحاضرات الاساسيه قلتها بس ما عنديش وقت ليها دلوقتي، ان دي اسهل ودي ادق، ده الملخص. عاوز تعرف التفصيلات ارجع للمحاضره الاساسيه، عشان الثلاث محاضرات بعملهم في واحده دلوقتي. طيب احنا بنستخدم في الطب اسهل زي ما قلت ان انا اجيب لتر ميه في سلندر في مخبار من ان انا اوزن كيلوغرام ميه، دي صعبه قوي. يبقى الازمولاريتي يعني في كام ازمول او ملي ازمول حسب في اللتر. طيب وعليه اما يجي لك مساله في معظم مسائل ثلاث خطوات، ممكن صعبها لك قوي تبقى اربع خطوات. خلاص عد معايا. يبقى اول خطوه انت ما في الحساب في اللتر، يبقى لازم تحسب كميه الملح اللي مديها لك في لتر، ما ينفعش في غير لتر. الحساب هو اتفقوا في اللتر وفهمتكم ليه، لان وحده التعامل في المحاليل في الطب هي مع اللتر. احنا بندي العيان نص لتر، لتر 2 لتر، ما بنتعاملش ب 100 سم و 10 سم محلول. This why احنا اللي بنختار اخترنا ان نحسب التركيز في اللتر ونسميه ازمولاريتي، وقلتها بطريقه جميله حتى في النطق. افتح ودانك. الازمولاريتي بير لتر، يبقى الار مع الار، ازمولاريتي بير لتر، ودي المهمه. انما الازمولاليتي ما فيهاش ار، دي بير كي جي، عشان ما تلخبطش مين بير لتر ومين بير كي جي. طالب يقول بنفتكر بنسمع صوتك في الامتحان. الازمولاريتي هي اللي بير لتر، الازمولاليتي بير كي جي. يبقى اول حاجه تجيب لي الاماونت بير لتر، ادي اول خطوه. عد معايا مع شكل مستعشق النظام. يبقى لو اداني كميه ملح في 500 سنتي اضرب في 2 عشان اللتر مرتين 500، لو اداني في 250 سنتي اضرب في 4، اداني في 200 سنتي اضرب في 5 لان اللتر 5 متينات، اداني في 100 سنتي اضرب في 10 لان اللتر 10 ميات. بس مش هتيجي اسهل من كده. دي اول ستيب. تاني ستيب، انت بتقول كل موليكولار ويت بيعمل ازمول اذا كان بالجرام او ملي ازمول اذا كان بالملي جرام. يبقى تاني خطوه اقسم الامام بير لتر اللي هي باللون الاحمر اهي على الموليكولار ويت اللي هو مديهولك باللون الازرق. خلاص كده بقى عرفت اللتر فيه كام موليكولار ويت، يعني كام ازمول لو كانت الماده غير متعينه. طب افرض كانت متعينه، يبقى في خطوه ثالثه. يعني المساله خلصت هنا لو كان جلوكوز جالاكتوز فركتوز، لكن افرض صوديوم كلورايد ده الاغلب، كالسيوم كلورايد، لا انت عارف ان المول ما بيديش في الصوديوم كلورايد واحد، بيدي 2، في الكالسيوم كلورايد بيتقايل لثلاث ايونات يدي 3. هيبقى الخطوه الثالثه اضرب في عدد الاينز بير موليك باللون الاسود. يبقى حل المساله ثلاث خطوات. وهنا بتكلم على ايه؟ بص على الازمولر، وهو ما بيجيبش غير الازمول، ما فيش ازمولاليتي، ما حدش بيستخدمها في الدنيا، اللي هي بير لتر، ازمولر بير لتر. يبقى اول ستيب تحسب لي الاماونت بير لتر لان الحساب في اللتر. تاني ستيب تقسم على الموليكولار ويت، لان كل موليكولار ويت اذا كان بالجرام يدي 1 ازمول، بالملي جرام يدي 1 ملي ازمول. الكلام ده خلصت المساله لو الماده غير متعينه. لو متعينه في خطوه ثالثه، تضرب في عدد الاينز بير مولك، في حالة صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد تضرب في 2، كالسيوم كلورايد تضرب في 3. لو صعبها لك قوي بقى، قال لك لا انا مش عاوز الازمولر كونسنتريشن، انا عاوز الازموتيك بريشر. طب انا قلت ايه العلاقه؟ كل 1 ملي ازمول محتاج ضغط مقداره 19.3 مليمتر مركر. يبقى تضرب عدد الملي ازمول هنا لازم بالملي ازمول، يعني لو طلعت نتيجه المساله بالازمول تحولها تضرب في 1000 عشان تبقى بالملي ازمول. وبعدين ترجع تضربها في 19.3، هيطلع لك النتيجه بالملي متر مركري. دي اصعب مساله في سنه اولى. ازاي تحسب الازمولر كونسنتريشن ازموتيك بريشر؟ وهي مهمه جدا في الطب عشان لازم نبقى قادرين في المستشفيات الميدانيه في المعارك على تحضير محاليل بازمولاريتي مظبوطه 290، عشان ما تاخدش ميه من العيان ولا تدي له ميه من الخلايا بتاعته، يعني تبقى يسموها ايزو ازموتيك مساويه للضغط الاسموزي. يبقى لازم يبقى فيها 290 نعرف نحضرها لو انت فاهم المساله. بس. طيب. في نقطه ان حركه الميه، ده سؤال ام اس كيو، حركه الميه داخل الجسم
ما بين الانترا والاكسترا، والاكسترا والبلازما بتتم بالاسموزس. يعني ده سؤال ام اس كيو. القوة اللي بتحرك المية جوه الجسم هي الاوزموليتي، بتنتقل من الناحية اللي فيها مية اكتر الى مية اقل، او بالعكس اللي فيها ملح اقل اللي فيه ملح اكتر، اللي هو من الهايبو اوزمولر للهايبر اوزمولر. وانا قلت قبل كده ان الان السيل ممبرين والكابيلاري ممبرين فريلي بيرميابل توتر، هما اتنين فريلي، يبقى اتوقع ان الاوزمولاليتي بتاعت، اسمع سؤال ام اس كيو، الانترا تساوي الاكسترا تساوي البلازما تساوي، تحفظ اي رقم في الثلاثه عاملينه صح، 290 ملي ازمول. لو عاوز تحسبه بالملي متر ميركوري تضرب في 19.3 تطلع تقريبا 5000 ملي متر ميركوري. طب وده يعادل كام ضغط جوي؟ الضغط الجوي 700 وشويه، خلاص يبقى يطلع حوالي 7 اتموسفيريك بريشر. يبقى ده الثلاث ارقام دول تحفظهم صم. ده الاوزمولاليتي بتاعه، خد بالك الانترا هي نفسها الاكسترا هي نفسها البلازما، متساويون جميعا، 290 ملي ازمول، 5000 ملي متر ميركوري، 7 اتموسفيريك بريشر. اللوحه رقم 9 من ال 13، اكتف ترانسبورت باي ديفينيشن عكس الاسموز. يبقى هنا الترانسبورت ليه هو اكتف؟ عشان اجينست جريدينت. وراسم لك الرسمه الطفوليه الجميله، واحد طالع سلم، يبقى هنا طالع مش نازل. الواد الثاني كان على سلايدنج، الطفل يبقى كان على سلايد على زحليقه، فما فيش طاقه، انما ده طالع ستير اب ستير، يبقى اجينست جريدينت. وعليه بص بقى، ادام اجينست عليه عاوزه اي تي بي، حتى حلوه اللي اجينست هي اللي عاوزه اي تي بي، اظن معقوله مش محتاجه حتى ايه معايير، لانها اجينست يبقى عاوزه اي تي بي. للاوائل ما يقولش عاوز اي تي بي ويسكت. طب الاي تي بي ده عشان تطلع منه الطاقه محتاج اي تي بيز، والاي تي بيز ده انزيم بروتين، يبقى لازم يبقى عندي كارير بروتين ويز اي تي بيز اكتيفيتي. ده الاوائل. يبقى الاكتف ترانسبورت يحتاج الى شيئين، اي تي بي وكارير بروتين عنده اي تي بيز اكتيفيتي. النقطه الثالثه تايبس، هنقسمها الى نوعين اساسيين، يا برايمري اكتف يا سكندري اكتف. وقلت باسهل طريقه شرحتها اللي هي قصه القاطره وعربه القطار، الاثنين طالعين اهي مطلع، يبقى الاثنين اكتف، بس القاطره بس هي اللي بتستخدم الادينوجين ترايفوسفيت، هي اللي بتستخدم الطاقه، انما عربه القطر 100% طالعه بالطاقه، مش هتطلع لوحدها، بس مش ما بتستخدمش هي الطاقه مباشره، فسموها سكندري اكتف. طب عشان القاطرة تسحب عربة القطار، افهم لازم يبقى في ما بينهم مواصلة، هو ده بقى الكارير بروتين، بيخدم وظيفتين. اولا عنده سايتس يمسك المادة البرايمري وسايتس يمسك المادة السكندري، دي اول وظيفة. ونما اتنين عنده اي تي بيز اكتيفيتي، بيحطم الاي تي بي للحصول على الطاقة. طيب احسن مثال في العالم اللي هو الملح بيسحب السكر، الصوديوم بيسحب الصوديوم السكر، الصوديوم ده برايمري اكتف، ده الصوديوم، انما الجلوكوز ده يسموه سكندري اكتف. او بص الاسم اللي بعديه لطيف قوي، سيم بورت، سيم يعني متصل، متصل بالبرايمري، مش هيم ايش يغلى كان متصل، او كو ترانسبورت، كو يعني معه، حب قوي العربي والترمينولوجي، مش جاي نقرا. يبقى السكندري اكتف ليه اسمين تانيين، سيم بورت كو ترانسبورت. يبقى فهمتها بطريقه سهله طفوليه. يبقى القاطره هي البرايمري اللي بتستخدم الاي تي بي، اللي فيها المكنه اللي بتطلع الطاقه، ده البرايمري اللي هو الصوديوم. طب عربه القطار اللي طالعه معاها بس ما فيهاش المكنه، تبقى دي سكندري، سيم بورت متصله بيها، كو ترانسبورت ماشيه معاها. طب عشان دي تمشي مع دي، ونيد كارير بروتين يخدم وظيفتين، عنده سايتس اللي بتمسك فيها المادتين في بعض، والجزء الداخلي بيشتغل كاي تي بيز. اي الجزء الداخلي بيشتغل كاي تي بيز. في تقسيمه ثانيه بقى، يبقى بنقسم الاكتف ترانسبورت الى نوعين، بنقسم الكارير بروتين لثلاث انواع. وبقولها بطريقه لطيفه قوي، لو بيشيل ماده واحده في اتجاه واحد يسموه يوني بورت، بيشيل مادتين في نفس الاتجاه زي الصوديوم والجلوكوز في نفس الاتجاه يسموه سيم بورت اهي. بيشيل مادتين في اتجاهين مختلفين زي الصوديوم والبوتاسيوم يسموه انتي بورت. حتى عملتها بطريقه رائعه يا اولاد، كل حاجه
الرسومات دي يا اولاد على بساطتها خدت مني مش هقول سنوات، حصاد السنين بسميها، ازاي تعرض اصعب المعلومات باسهل الطرق وايسرها. فهنا بص اهي، ماده واحده في اتجاه واحد، واحد في واحد، ماده واحده في اتجاه واحد، يبقى يوني بورت زي الكالسيوم بامب. مادتين في اتجاه واحد يعني اتنين في واحد، اول واحد في واحد دلوقتي اتنين في واحد، تبقى سيم بورت. مادتان في اتجاهين مختلفين زي الصوديوم والبوتاسيوم، مادتين وفي اتجاهين يبقى انتي بورت. طيب واحسن مثال هنا لو جات لك سؤال نظري تشرح الصوديوم والبوتاسيوم بامب، واللي هو شرحته قبل كده في المحاضرات السابقه يا اولاد. انما اقوله في عجاله، احنا عاوزين الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه الخلايا، قلنا اللي جوه كله بحرف البي، بوتاسيوم بروتين اند فوسفيت. فاللي بيحصل شويه بوتاسيوم يخرج وشويه الصوديوم يدخل. البوتاسيوم قلنا حتى بيخرج بالكونسنتريشن جريدينت حاجه واحده، انما الصوديوم بيدخل بحاجتين كونسنتريشن والكتريكال، لان الصوديوم بوزيتيف جوه نيجاتيف. حتى قلت رقم السعدي في البوتاسيوم واحد، تملي اللي بيحرك البوتاسيوم حاجه واحده كونسنتريشن جريدينت، انما الصوديوم اثنين كونسنتريشن اند الكتريك. حتى قلت حتى فاكرين احنا راجعت ام اس كيو ان الفولتج جيت البوتاسيوم شانل كان عندها جيت واحد، يبقى رقم السعدي بتاع البوتاسيوم واحد. الفولتج جيت الصوديوم شانل كان عندها 2 بيتس، الانر هي الان اكتيفيتد، الان ان والاوتر اكتيفيتد. قلنا الكلام، قلنا بقى الجمله اللي كلها ساجعه، انه الاول الكارير بروتين ده بيتميز ثلاث مميزات، عنده الفا سب يونت فيها مستين، عنده ثلاث اماكن للصوديوم اللي غلط ودخل، ومكانين للبوتاسيوم اللي غلط وخرج. ده الالفا سب يونت، الدائره الكبيره. البيتا سب يونت الدائره الصغيره عندها ايتيبيز اكتيفيتي، ما احنا قلنا لازم الكارير بروتين يبقى عنده ايتيبيز اكتيفيتي، ده البيتا سب يونتس. يبقى كل واحده فيهم سؤال، ثلاث اماكن للصوديوم جوه سؤال، مكانين للبوتاسيوم بره سؤال، الانر بارت اللي هو البيتا سب يونت ايتيبيز ده سؤال، كل واحده سؤال. قلنا بقى الميكانيزم، when all sites are saturated فيها ساجعة اهو، لما الخمسة sites يكملوا saturated the ATPase is activated and energy is liberated، تطلع طاقة تعمل ايه بقى؟ تدور قرص الجبنة الرومي دي، تعمل configurational change، تجيب الصوديوم في موقعه بره والبوتاسيوم في موقعه جوه. يبقى ما وظيفة الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ أهم حاجة هو ده، هو ده اللي بيكيب الصوديوم outside والبوتاسيوم inside، ده أهم وظيفة ليه. فوق البيعة انه بيرمي 3 صوديوم بره مقابل 2 بوتاسيوم جوه، فقلنا حتى انه يبقى الكتروجينيك، ده دي سؤال ام اس كيو، لو كان بيرمي 3 ل 3 مفيش فرق جهد، 2 ل 2 مفيش فرق جهد، كانوا سموها نون الكتروجينيك، لكن هو ربنا خلاها 3 مقابل 2 الكتروجينيك، بتعمل فرق جهد، فرق جهد ده بنسميه بولارايز ستيت او ريستنج ممبرين بوتنشال. عشان كده اعتبرنا الصوديوم بوتاسيوم بامب القوه الثانيه في صناعه الريستنج ممبرين بوتنشال. كان اول قوه سيلكتيف بيرميابيلتي، انه الممبرين بيختار البوتاسيوم في البولار ستيت، بيختار البوتاسيوم في البولار ستيت، وده مسؤول عن 86 ماينس 86 ملي فولت، ودي كانت باسيف، انما دي 4 ماينس 4 ملي فولت واكتف. طب في سؤال تاني، طب ده يعتبر انهي نوع بقى، اختار انهي نوع في الثلاثه ده، يوني بورت واحد في واحد، ولا سيم بورت اثنين في نفس الاتجاه اثنين في واحد، ولا تو في اتجاهين؟ طبعا ده انتي بورت، ده سؤال اهو. كل دي اسئله انا حافظهم وورد وايد، مش هتلاقي حاجه بره اللي قلتها وورد وايد. ثالث سؤال، طب لو انا بوظت الاتيبيز يعني وقفت صوديوم بوتاسيوم بامب، يبقى الصوديوم بوتاسيوم ده بعد ما حصل يبقى مش هيحصل، ارجع الرسمه اللي فوق، مش هيحصل، يبقى البوتاسيوم استنى بره والصوديوم جوه، مين اكتر؟ الصوديوم جوه اكتر، يبقى الاوزموتيك بريشر جوه اكتر الخليه، فيسحب ميه يسحب ميه، الخليه تنتفخ وتنفجر سوال اند رابتشر. عشان كده قلت صوديوم بوتاسيوم بامب ده لازم للحياه. دي اللوحه رقم 9، اللوحه رقم 10 فيزيكولار ترانسبورت. النوع الثالث النقل الحويصلي، ده خاص فين؟ اهم كلمه بالفيري لارج الماكرو موليكيولز، ماكرو الموليكيولز الكبيره، ما لا تعرف تعديها في ليبيد ولا تعديها في تشانل، لازم تخترق الممبرين، تعمل فيسيكل في الممبرين تدخل من خلاله، اكروس ذا سيل ممبرين. طيب
العملية دي عاوزة طاقة. ما انا قلت يا اولاد النوع الوحيد اللي مش عاوز طاقة الوحيد هو الديفيوجن بانواعه الثلاث، انما الاكتف ترانسبورت من اسمه باين فيزيكال ترانسبورت يحتاج الى اي تي بي. طيب وقلت ازاي؟ الاول الماده بتيجي ان كونتاكت مع حاجه اسمها بيت يعني نقره او كوتيد بيت، لو كان فيها ريسبتور يسموها كوتيد بيت. كوتيد يعني حواليها غلاف من الريسبتور. ثاني خطوه انفاجانيت تدخل. ثالث خطوه الاهم ان الممبرين ده يبريك يتكسر ويرجع يلحم تاني، يبقى بريك اند فيوج، فاصبحت الماده جوه فيسيكل، عشان كده سموها فيزيكولار ترانسبورت النقل الفيصلي. بعد كده تجري جهاز الهضم بتاع الخليه اللي هو اللايسوزومز الاورجانيل العضي اللي جواها هيدروليتيك انزيمز، يجري على الفيسيكل يهضم اللي جواها. خد بالك كل الليتيك انزيم في اللايسوزومز لايبوليتيك بروتيوليتيك جلايكوليتيك، ده سؤال هيستولوجي اديني بس اجاوبه لك ام اس كيو فوق البيعه. اي ليتيك في اللايسوزوم. في انزيم ثانيه بره الاوكسيديتيف انزيم في الميتوكوندريا، دي مش ليتيك، الاوكسيديتيف في الميتوكوندريا. لو انت بتدخل يبقى هنا اتهضمت الماده. طب باقي بواقي بقى الفرق بينه وبين الخليه ان ما عندهاش فتحه شرج، انها اللي مش نافع مش تتبرزه تتقيأه، يبقى العمليه تحصل بالعكس نرمي النواتج. يبقى داخل يسموها اندوسيتوز، اندو يعني جوه، خارج يبقى اكزو، اكزو يعني بره اكسترنال، اكزوسيتوز خارج الخليه، سيتوز يعني خليه، اكزوسيتوز لو خارج، اندوسيتوز لو داخل. يبقى في نوعين اساسيين الاثنين اكتف. طب الاندوسيتوز او الاكزوسيتوز بينقسموا بطريقتين، يا بينو يا فاجو، يا سيل درينكينج يا سيل ايتينج. اهو عاملها لك جدول حلو قوي، ده سؤال ام اس كيو وفهمتك. مفيش الاثنين اكل، بس لو الخليه بتاكل حاجه حضرتك مش شايفها دايبه في الميه سوليبل نوت سين مش شايفها، فانت ايه اللي هتشوفه تحت الميكروسكوب؟ يلا شويه خيال، هتشوف الخليه بتاخد ميه يا ما بتاخدش ميه، هي بتاخد ميه باللي دايب فيها. فعشان كده سميت مجازا وتجاوزا سيل درينك، بس هي اكل برضه. انما لو تاكل حاجه انت شايفها تحت الميكروسكوب مش دايما في الميه شايفها، يبقى شايفها بتاكل، فسموها فاجوسيتوزس سيل ايتي. جدول من اربع نقاط رائعين، كل نقطه بتؤدي اللي بعدها. يبقى البينوسيتوزس بتحدث لاثنين ماكرو او لارج، حاجه كبيره قلنا لازم تبقى هيك الاساس انها كبيره. لكن لو قلت ماكرو موليكيلز جزيئات كبيره، في فرق بين ماكرو موليكيل ولارج بارتكل، جزيء هنا جزيئات جزيء كبير، يبقى جزيء اكبر من جزيء. لو جزيئات كبيره والمثال بروتين يبقى انسولوشن، انت دايما انت خلاص مش شايف البروتين بتدوب في الميه انسولوشن، يبقى نوت سين، وبالتالي دم دايما مش شايفها تحت الميكروسكوب، فانت تهيأ لك انها بتاخد ميه، ما بتاخدش ميه، هي بتاخد ميه بالبروتين اللي دايب فيها، يبقى نوت سين وانسولوشن، وكل الخلايا بتاخد بروتين تبني روحها، يبقى دي بتحدث ان اول سيلز. ادي الاربع نقط اعكسهم يبقى الفاجوسيتوزس. هنا بقى مش لارج موليكيلز مش جزيئات، لارج بارتكل جزء، حته ديد تيشو بكتيريا المثال، يبقى هنا البكتيريا او ديد تيشو نوت ان سوليوشن مش دايبه وعليه شايفها سين باي ذا مايكروسكوب، شايفها بالميكروسكوب، يبقى انا شايفها بتاكل فسموها فاجوسيتوزس. والمثال مش كل الخلايا تاكل ديد تيشو بكتيريا، فقط الفاجوسيتيك سيلز اللي هم الوايت بلاد سيلز. حتى مين بقى؟ قولهم لي انت. المايكروفيجز اللي هم نيتروفيلز ومانيتروفيلز ومانيتروفيل ومعاهم اسيلوفيل، والماكروفيجز اللي هم كانوا اساسهم مونوسايتس، ولا تنسى البيزوفيليك سيلز ما عندهاش فاجوسيتيك باور. ممكن اقسمها بطريقه ثانيه، لو الفم ده البيت دي فيها ريسبتور نسميها ريسبتور ميديتد اهي، لو ما فيهاش نسميها كونستيتيوت. خلاص ايه الفرق؟ تفتكر واحد بياكل عنده سنان واحد ما عندوش سنان، اللي عنده سنان هيمسك هيقدم كويس، هتبقى سبيسيفيك ورابيد، لان ريسبتور بيمسك في حاجه سبيسيفيك حسب شكلها وتبقى اسرع رابيد. الكونستيتيوتيف هتبقى ليس سبيسيفيك وسلو. يبقى ممكن نقسمها لاثنين، يا اندوسيتوزيس يا اكزوسيتوزيس، ده الحاجه الاساسيه. كل ينقسم
يا اكل يا شرب يا بينو يا فاجو، حسب في ريسبتور او ما فيش، كونستيتيوتيف او ريسبتور ميديت. دي اللوحه رقم 11، عندنا 13 لوحه يا اولاد، بس احنا خلصنا المهم. الاينز ازاي بتتنقل وعليه الالكتريك اكتيفيتي؟ ما احنا قلنا الكهرباء بتاع جسمنا بتعتمد على الاينز، عكس كهربه البيت بتعتمد على الالكترونز. وقلت زي انا ما قلتهاش ممكن تقعد بيت عمرك ما انتش فاهم الفرق. كهربه البيت الكترونز فائقه السرعه، كهربه الجسم مثال النيرفز والماسلز اينز بطيئه نسبيا، اسرع سرعه 120 متر في الثانيه. حين الالكترونز ممكن الكهرباء تجينا من اسوان للقاهره 1000 كيلو في النو تايم. الالكترونز بتنتقل من خلال ايه؟ الاينز. وبالتالي الكهرباء ما هي محمله بالتشارجز من خلال جاب جانكشن. ده سؤال ام اس كيو اهو، ام اس كيو اهي فوق. الجاب جانكشنز ده شانل ما بين خليتين متجاورتين، معمول من ايه؟ قلت تشانلز بروتين. قلت لك اي حاجه في جسمك اكتف بروتين، اقولها تاني، اي شانل فولتج جيتد شانل ليجان شانل بروتين. ليه بتغلط في الام اس كيو؟ الشانلز كلها بروتين، الكارير ده اسمه كارير بروتين كله بروتين، الريسبتور كلها بروتين، انزيم كلها بروتين، اي حاجه اكتف بروتين. ابقى هبب بقى في الامتحان واكتب حاجه تاني، اختار حاجه تاني. دي اكتف بارت بروتين، شانل كارير انزيم ريسبتورز. ذا مور ذا سيل، السؤال الام اس كيو الثاني، از اكتف ذا مور اتس بروتين كونتنت. فهنا الجاب شانلز عباره عن بروتين اسمه كونكسون، لانه بيكونكت خليتين فيسموه ايه؟ كونكسون، كونكت. كام جزء؟ هكساجونال، تيجي في الام اس كيو يعني سداسي اهو، هكساجونال ارينجمنت. كنترولد بالانتراسيلر كالسيوم، شفنا فاكر الكالسيوم كان بيمنع دخول الصوديوم، عشان كده كان هو المسؤول عن الاكسيتابيلتي. كنترولد بالهرمونز بالدراجز بالبي اتش. ده سؤال ام اس كيو. انتراسيلر كوميونيكيشن، رقم السعد 3، بحب قوي ارقام السعد دي. مثلا في سيل ممبر رقم السعد 2، الصوديوم رقم السعد 2، البوتاسيوم رقم السعد 1، السوماتيك 1، الاوتونوميك 2. سموها منتال سيت يا اولاد، لما تدرسوا لازم تقروا سايكولوجي عشان تعرفوا تدرسوا. حاجه اسمها تهيؤ ذهني، ان الطالب مهيئ ذهنيا لكل حاجه ثلاثه تخليه يستوعب اسهل. وما عشقت مثل عشقي للنظام. كيف تتواصل الخلايا؟ انترسيلر كوميونيكيشنز عن تواصل. قلت كما انه من القلب الى القلب رسول، من الخليه الى الخليه رسول كيمائي، كيميكال ماسنجرز. يبقى ده في كلمه تواصل الخلايا برسول كيمائي. في كام نوع؟ ثلاثة، كل حاجه ثلاثة. لو ان الخليتين متجاورتين هنتصل بالجاب جانكشن لسالين. طيب لكن ممكن الخلايا تؤثر في بعضها البعض، قلنا في تو كنترول سيستم، يعني نيورونال نيرف هيطلع كيميكال ترانسميتر، ده هو في الحاله دي الكيميكال مسجر، يا هرمون كيميكال مسجر. يبقى في ثلاث طرق، يا جاب جانكشن يا نيورونال هيبقى المسنجر كيميكال ترانسميتر، يا اما هرمون. طيب نمره ثلاثه اللي هي الهرمون ينقسم لثلاثه، لو الهرمون اطلق في الدم نسمي العمليه دي اندوكراينال، وفي الحالة دي هيروح لكل خلايا الجسم، لكن طبعا مش هيتفاعل غير مع الخلايا اللي عنده ريسبتور فيها، مش أي خلية، لازم عنده ريسبتور. لكن لو أطلق في التيشو فلويد يبقى هيأثر في تيشو واحد بس، يسموها باراكراين. بارا يعني أقل من الإندوكراين. زي ما قلت حضرتك الميديكال مان في العيادة، طب التمرجي والممرضة يسموهم إيه؟ باراميديكال، يعني مش بأهميتك. يبقى اندوكراينال دي لكل الجسم في البلاد، سؤال ام اس كيو. باراكراينال هرمون برضه بس اطلق في التيشو فلويد فبقى قاصر على تيشو واحد. طب خليه اطلقت هرمون اثرت على روحها تبقى اوتو حاجه ذاتيه اوتو كراينال. يبقى الاندوكراينال نمره ثلاثه تنقسم الى ثلاثه، اندوكراينال باراكراينال اوتو كراينال. طيب الماده الكيميائيه دي هتمسك فين؟ في ريسبتور. فين الريسبتور ده؟ في مكان من ثلاث، يا سيل ميمبرين يا في السيتوبلازم يا في النيوكليس. لو ان الماده الكيميائيه ليبيد انسوليبل مش هتعرف تعدي الليبيد ميمبرين، يبقى الريسبتور في السيل ميمبرين. لكن لو ليبيد سوليبل هتدخل جوه الخليه فيبقى الريسبتور في السيتوبلازم او النيوكليس
عشان في ناس فاهمه ان الريسبتور في السيل ميمبرين بس، ده سؤال مش كيو. السيل ميمبرين لو انها ليبيد ان سوليبل، لكن لو ليبيد سوليبل يا سيتوبلازم يا نيوكليس. قلت سؤال مش كيو مهم جدا، ايد لوحدها ما تسقش، الكيميكال ميسنجر لوحده ان اكتف، الريسبتور ان اكتف، الليجاند ريسبتور الكيميكال ميسنجر ريسبتور كومبلكس هو ده الاكتف. ده سؤال مش كيو. طيب حاجه تاني، سؤال مهم جدا اللي هو الاب والداون ريجوليشن. لو الماده زادت عشان ما يحصلش هايبر فانكشن في الخليه، ربنا خلى الريسبتور تقل، ما دام هما اتنين بيحددوا سموا ده داون ريجوليشن. طب لو تركيز الماده الكيميائيه قلت عشان ما يحصلش هايبر فانكشن، الريسبتور تزيد عشان تلقط ماده اكتر، سموها اب ريجوليشن. شوف الروعه في الخلق، ما هو لا الماده لوحدها ولا الريسبتور لوحده اكتف، الكومبلكس هو اللي اكتف. طب خلاص لو نقصت واحده نزود الريسبتور يبقى اب ريجوليشن، زادت الماده نقص الريسبتور يبقى داون ريجوليشن. سؤال مهم جدا. طيب لا يمسك الماده في الريسبتور هينتج شيء من ثلاث اوبننج اوف شانل، في الحاله دي هنسميها ايه؟ شانل ليجاند جيتد شانل، انها بتفتح ماده كيميائيه مش فولتج جيتد دي. يا اما الماده الكيميائيه ما تمسك في الريسبتور هتاكتيفيت انزيم، ده الاحتمال الثاني، يا اما تزود الانترا سيلولر كالسيوم، الاحتمال الثالث. زي مين؟ تزود انترا سيلولر كالسيوم قلناها زي لو كنت فاكر الالفا 1 ريسبتور، فاكر الالفا 1 ريسبتور كان بيتشال بالكالسيوم. طب تاكتيفيت انزيم زي مين؟ زي البيتا ريسبتور، كان بتاكتيفيت الادينايل سايكليز، تشتاق كل البيبي بيتا بتشال بالسايكل اي ام بي. هذه الامثله او اوبننج اوف شانل، يبقى ما تجيش احلى من كده يا اولاد. كما انه من القلب الى القلب رسول، من الخليه الى الخليه كيميكال ميسنجرز، كل حاجه ثلاثه، يا جاب جانكشن يا نيورونال عن طريق كيميكال ترانسميتر يا هرمون، والهرمون ثلاثه، ثلاثه تنقسم ثلاثه، لو اطلق في البلاد يبقى اندوكراينال، في تيشو فلويد يبقى في تيشو معين يبقى باراكراينال اضعف، اطلق من خليه واثر في نفسه يبقى اوتوكراينال. هيمسك في ريسبتور من في موضع من ثلاث مع شقه مستعشق للنظام. لو ليبيد سوليبل، لو ليبيد ان سوليبل هيبقى في السيل ميمبرين، لو الكيميكال ميسنجر ليبيد سوليبل يبقى في السيتوبلازم او النيوكليس. لينتج شيء من ثلاث، اوبننج اوف شانل، اكتيفيشن اوف انزيم زي الادينيت سايكليز اللي يعمل السايكليك ام بي زي البي بي بيتا ريسبتور بالسايكليك ام بي بي بي، ده مين؟ البي بي بي بيتا ريسبتور. اما الالفا 1 بطريق كالسيوم، فاكر الالفا 2 كانت بتنقص السايكليك ام بي. اللوحه رقم 12 ما قبل الأخيرة، أنا عارف دي ما هناك ما بيقولكوش عليها أي حاجة، يعني في أستينك في جامعة القاهرة وجامعات تانية كتير بيكالوتوها، ما عرفش الدونانز إكوليبرام أو الجابس دونان لا أور إفكت. معناه إيه؟ معناه إنه وجود نان ديفيوزابل آين زي البروتين، ما قلنا البروتين استحمل شحنات سالبة وعش كده بتروح للأنود، فاكر؟ ودي كانت فكرة ان البلازما بروتين بنفصلها بالالكتروفوريسيس، الفصل الكهربائي بيعتمد انها بتحمل شحنات سالبه. خلاص؟ ليه؟ انها متحده مع الصوديوم البوزيتيف، الصوديوم بوزيتيف يبقى هي والكلورايد نيجاتيف. ده سؤال تاني في البلازما مالناش دعوه بيه دلوقتي. مهم، وجود نان ديفيوزابل اين زي البلازما بروتين في البلاد بيؤثر على الديفيوجن بتاع الديفيوزابل اين زي الصوديوم كلورايد. ادي معنى دولانز اكوليبريم، ان ايون ما بيعديش بيؤثر في توزيع الايونات اللي بتعدي. النون ديفيوزابل كما البروتين بيؤثر في الديفيوزابل اللي هو زي الصوديوم كلورايد عبر سيمي بيرميبل ميمبرين، شبه منفذ، انه بينفذ صوديوم كلورايد لكن ما بينفذش البروتين. فالبروتين بالنسبه للميمبرين ده نون ديفيوزابل، صوديوم كلورايد ديفيوزابل، فالنون ديفيوزابل بيؤثر في الديفيوزابل اكروس سيمي ميمبرين. تعالى بقى في لحظه الاكوليبرم عشان ما نضيعش وقت. قلت يا اولاد وهقول وبقول ان الذي يحكم انتقال اي اين في الجسم حاجه من اثنين، ما شقت مثل الدقه، الاين بينتقل من تركيز عالي لتركيز اقل بيبقى كونسنتريشن جريدنت، عد معايا اديني مروح، او بوزيتيف يروح لنيجاتيف بيبقى الكتريكال جريدنت. مفيش قوه ثالثه تحرك اي اين في الجسم غير الاثنين دول، يا من تركيز عالي لواطي يبقى كونسنتريشن جريدنت، يا بوزيتيف لنيجاتيف او نيجاتيف لبوزيتيف يبقى الكتريكال جريدنت. فلما ما نعرفش نرضي الكونسنتريشن جريدنت، المفروض ان الاين يقعد يتنقل لحد ما الكونسنتريشن يبقى
ايكوال في الناحيتين، يتنقل من الاعلى للاوطى لحد ما يبقوا ايكوال. مش قادر ارضي ارضيهم هما الاثنين الكونسنتريشن والالكتريك، ده زي اللي انت هتشوفه دلوقتي حالا. يبقى فكره دولنز ايكوليبريم ان احنا ارضينا الكونسنتريشن والالكتريكال جريدينت للايون. بص معايا، ركز في الصوديوم بعد التوازن. هنا لو انت مكان الصوديوم تنتقل من ايه لفين؟ انتقل من الناحيه اللي فيها 12 صوديوم للناحيه اللي فيها 6، يعني الكونسنتريشن جريدينت يقول لي روح من البروتين كومبارتمنت، ده يسموه البروتين كومبارتمنت، ده اللي فيه البروتين اللي هو البلاد، ده يسموه نان بروتين كومبارتمنت. هنا في 12 وهنا في 6، في ناحيه البروتين في 12، بره اللي ما فيش بروتين النان بروتين في 6. يبقى الكونسنتريشن جريدينت يقول لي ايه؟ يقول لي اتنقل من البروتين للنان بروتين. طب تعال الالكتريكال جريدينت، هنا في 12 نيجاتيف، 3 كلورايد و9 بروتين نيجاتيف 12، انما هنا في 6 كلورايد بس نيجاتيف. يبقى يقول لي ايه بقى الالكتريكال جريدينت؟ الصوديوم البوزيتيف يقول له روح للناحيه اللي فيها نيجاتيف اكتر، اللي هي بالعكس البروتين كومبارتمنت، روح من النان بروتين، هنا في 6 بس نيجاتيف انما هنا في 12 نيجاتيف الكتريكال جريدينت. ايه رايك بقى؟ عشان كده حصل ايكوليبريم. وقلت لك كلمه ايكوليبريم توازن معناها من ان اتنين ايكوال، ان بقت القوه اللي بتحرك الصوديوم كده من 12 ل 6 هي نفسها اللي بتحرك الصوديوم كده من 6 ل 12. يبقى متى توقفت حركه الصوديوم؟ عندما تساوى الكونسنتريشن مع الالكتريكال جريدينت. بالكونسنتريشن يقول للصوديوم انت هنا اعلى من هنا، اخرج من البروتين للنان بروتين حسب الكونسنتريشن. بالالكتريكال بيقول له ناحيه البروتين في نيجاتيف اكتر من نان بروتين، ادخل. بالالكتريكال قوتان متساويتان متضادتان وقفت حركه الصوديوم. عشان كده ليه حصل ايكوليبريم بالارقام دي؟ عشان هي الارقام دي اللي بتحقق ان الكونسنتريشن يساوي ويضاد تماما الالكتريكال جريدينت. الريزلتس اوف دولنز ايكوليبريم خمسه يا اولاد، ثلاثه يتساووا واثنين لا يتساووا، او اسف سته، ثلاثه يتساووا ثلاثه لا يتساووا. بص معايا، اهم واحده بتتساوى لسه قايلينها، ان عند الدولنز ايكوليبريم بيبقى الكونسنتريشن جريدينت للصوديوم تساوي وتضاد الالكتريكال جريدينت. تاني حاجة تتساوى عند الإيكوليبريم بيبقى عدد الأيونات البوستيف تساوي عدد الأيونات النيجاتيف في كل كومبارتمنت. هنا 12 صوديوم بوستيف معاهم 3 كلورايد و9 بروتين نيجاتيف، يبقى 12 و12. هنا 6 صوديوم بوستيف معاها 6 كلورايد نيجاتيف. يبقى آت إيكوليبريم بيبقى عدد البوزيتيف يساوي عدد النيجاتيف في كل كومبارتمنت على حدة، كل كومبارتمنت متعادل بذاته. تالت حاجه ودي الاهم بقى، دي فكره حل المساله، ازاي بنعرف الاعداد اللي بتحقق الكلام ده؟ ان حاصل الضرب بتاع الصوديوم كلورايد هنا لازم يساوي حاصل ضرب الصوديوم كلورايد هنا، دي فكره حل المساله. 6 في 6 تساوي 36، 12 في 3 تساوي 36. دول التلات حاجات اللي بتساوي اللي هما باللون الاسود. ايه بقى التلات حاجات اللي اختلفوا باللون الاحمر؟ بص معايا، نمره واحد في الاختلاف حصل الجمع، وده الاهم بقى النمبر، ان هنا في كام صوديوم كلورايد؟ 12 زائد 3 يبقى كام؟ 15، انما 6 زائد 6 يبقى 12. يبقى الناحيه دي فيها صوديوم كلورايد اكتر من هنا، هنا 15 وهنا 12. وعليه نمره 2، يبقى الاوزمولاليتي اعلى فين؟ اعلى في البروتين من النان بروتين. نمره 2 في اختلاف، الاوزمولاليتي هنا صوديوم كلورايد هنا اعلى من هنا. وعليه نمره 3 ودي الاهم بقى، يبقى الوتر ينتقل منين لفين؟ من النان بروتين للبروتين، فيحصل ووتر شيفت. فاكرين لما قلت لكم في مراجعه البلاد يا اولاد ان البلازما بروتين بتسحب الميه؟ من اهم وظائف للقلب انها مسؤوله عن الافكتيف او الكولويدال او الانكوتيك اوزموتيك بريشر، بتسحب الميه ناحيه البلاد عشان تحافظ على حجم الدم بالاوزمولاريتي، خلاص بتاعت الالبيومين. وقلت ان القوه دي مقدارها 28 ملم مربع، مفيش علاقه بالارقام والقوه اللي بقولها. مش كلهم بسبب البروتين، قلت 19 بسبب البروتين
وتمانية او تسعة بسبب تأثير البروتين على توزيع الصوديوم كلورايد. في صوديوم موجود هنا بسبب البروتين بسبب الدونالدز إكوليبريم، مش موجود ما يقابله هناك. فانتقال المية للأوائل للبلاد لا يتم فقط بالإزمولاليتي أوف ألبيوم، بالإزمولاليتي أوف بروتين اللي هو الكولويدال أو الإفكتيف أو الأنكوتيك بريشر، ولكن أيضا بسبب تأثير البروتين على توزيع الديفيوزابل أيون اللي هو الدونالدز إكوليبريم. دي يا أولاد بس اللي عاوز يسمعها بهدوء أكتر يرجع للمحاضرة. الدونالدز إكوليبريم كما ينبغي أن تفهم وإلا فلا، بقولها في عجالة. يعني ايه دونالدز إكوليبريم؟ يعني البروتين بالبلدي كده اللي هو نون ديفيوزابل أثر على الديفيوزابل الصوديوم كلورايد. أنا بقى هكمل جملة من عندي. أكروس ذا سيمي بيرمنت ميمبر لصالحه. يعني ايه لصالحه؟ هو عاوز يشد ماء البروتين اللي جوه، فخلى النون ديفيوزابل هو البروتين خلى الديفيوزابل هو الصوديوم كلورايد ناحيته أكتر، 15 وبره 12 يساعدوه في شد الماء. أدي بالظبط الفهم العميق للدونالدز إكوليبريم. في العظمة تدل على أنه وراء الخلق خالق. البروتين النون ديفيوزابل أثر في توزيع الديفيوزابل خلى ناحيته أكتر يساعدوه في شد المية. آت إكوليبريم بتتساوى ثلاث حاجات وتختلف ثلاثة. يتساوى إيه بقى؟ ركز على الصوديوم. الكونسنتريشن جريدينت صوديوم بيقول له انتقل 12 ل 6 في هذا الاتجاه. الالكتريكال جريدينت بيقوله بالعكس، هنا في 12 نيجاتيف وهنا في 6 نيجاتيف، انتقل بنفس القوه بس بالعكس. الالكتريكال جريدينت ادي اول حاجه واهم حاجه تساوت. كل كومبارتمنت يحتوي عدد من البوزيتيف مكافئ للنيجاتيف، 12 بوزيتيف معاهم 12 نيجاتيف، هنا 6 بوزيتيف معاهم 6 نيجاتيف. اهم واحده اللي هي ازاي انا بعرف الاعداد اللي تديني الحكايه دي، ان لازم احاصل ضرب الصوديوم كلورايد هنا يساوي حاصل ضرب الصوديوم كلورايد هنا، 6 في 6 في 36 12 في 3 ب 36. دول التلاتة المتفقين المتساويين. المختلفين اهم. حاصل الجمع بقى لان ده اللي هيأثر في الاوزموتيك بريشر النمره 2 وبالتالي في الميه، ان هنا بقى فيه ديفيوزابل اين اكتر 15 وهنا 12. وعليه الاوزموتيك بريشر في البروتين ناحيه البروتين اكتر من نون بروتين، وعليه انتقال الميه هيتم من النون بروتين للبروتين. وكانما يا اولاد الغرض من الدونالدز إكوليبريم عشان نفهم ليه ربنا خلى البروتين يأثر اللي هو نون ديفيوزابل في توزيع الديفيوزابل، عشان تساعده في سحب الماء ناحيه البلاد، عشان تحافظ على حجم الدم اللي هي وظيفه القلب. يبقى سحب الماء ناحيه البلاد للاوائل بيتم بطريقتين. نمره واحد الافكتيف او الكولويدال او الانكوتيك اوزموتيك بريشر اللي هي اساسا بتاعت القلب. نمرة 2 تأثير الألبوم اللي هو النون ديفيوزابل اللي هو بروتين على الديفيوزابل اللي هو الصوديوم كلورايد. وات دو وي كول دونالدز إكوليبريم، ان هنا في 15 وما هنا في 12. اتمنى تكونوا فهمتوا. الرسمة الأخيرة، انا عارف الرسمة دي مش عندي كثير من الجامعات، يعني السؤال ده اساسا مش موجود لانه بيصلح سؤال نظري فانكشنز اوف بروتين في السيل ممبرين، بس هي تجميعة رائعة للام اس كيو. يعني في الناس اللي ما عندهمش ده سؤال نظري، في جامعات فيها ده سؤال نظري، انما في جامعات ما عندهاش تسمعها كأسئلة ام اس كيو رائعة. البروتينز في السيل ممبرين اللي هو قلنا اهم حاجة هي البروتين واكتر حاجة هي البروتين، 55% من السيل ممبرين عبارة عن بروتين، ده البيج الاخير وهو الاكتف بارت. the more the cell membrane is active، جملة في الام اس كيو مهمة جدا، the more its protein content، له 10 وظائف. ومرة أخيرة ما عشقت مثل عشق للنظام. فهتلاقيه مقسمهم في 4 مجموعات، مجموعة فيها حاجة واحدة، مجموعة فيها 2، مجموعة فيها 3، مجموعة فيها 4. كل حاجة نظمتها، الرسومات، اللوحات هي حصاد السنين. ما فيش تنظيم في الدنيا بالشكل ده. بس I will have the English version، لان طبعا حتى في الجامعات اللي اديت فيها هنا قالوا لي ليه ما تكتبش الكلام ده، ادهولنا ايه الكلام ده. لما قلت لا انسى مره طالبه خرجت قالت this Egyptian professor، وكنت بعتز انها ما تعرفش اسمي، مش عارفه تنطق اسمي، انما عارفه ان انا Egyptian is doing magic في شرحه. طيب نحن بنات الاهرام، نحن بنات الحضارة، ما كانوا هم لا شيء يا أولاد.
كنا احنا كل شيء من الاف السنين. او بل انتوا بس على اكتافكم ترجعونا تاني كل البلاد العربيه كده الى نهضه باذن الله. كده كان عندنا حضاره الرافدين وحضاره السبأ وحضاره الفراعنه كلها حضارات. يلا المعول عليكم. نيجي فانكشنز اوف بروتين في السيل ممبرين. يا اولاد وظيفه لوحدها انه ستراكشر بروتين. البروتين ده في تركيب السيل ممبرين 55% من السيل ممبرين دي لوحدها. طب نيجي الانتجرال بروتينز بتعمل ثلاث وظائف، يا تشانل يا كارير. والكارير نوعان، في كارير للفاسيليتيتد ديفيوجن ما عندوش اي تي بيز، وفي كارير في الاكتف ترانسبورت عنده اي تي بيز. مش كده ثلاثه، يبقى تشانل يا كارير. والكارير يا اما بتاع فاسيليتيتد ديفيوجن ما فيش اي تي بيز لان ما فيش طاقه ما فيش اي تي بي، يا اما بتاع اكتف ترانسبورت عنده اي تي بيز واي تي بي. طيب التشانلز هنعيد اللي قلناه، نوعان يا نون جيتد يا جيتد قلناها، والجيتد يا فولتج جيتد يا لايجاند جيتد. واللايجاند يفتح المفتاح من جوه اكسترنال لايجاند يا اما انترنال لايجاند. كلام واحد بس تعرف تكتب ايه. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، ان الجلوكوز في الجسم ساعات بينتقل ويذ جريدينت، يعني بيبقى تركيزه في الدم اعلى من تركيزه في الاورجان، يبقى من تركيز عالي لواطي، يبقى بالفاسيليتيتد ديفيوجن. طب في هذه الحاله ده من تركيز عالي الواطي ويذ جريدينت، خد بالك بقى الطالب ذكي احنا بنستنتج، يبقى عليه مش عاوز اي تي بي، وعليه لا لزوم لا قيمه ان الكارير يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي، يبقى نو اي تي بيز اكتيفيتي. بينما في اماكن اخرى في الجسم زي الانتستين والكيدني على التحديد الجلوكوز بينتقل بالعكس، بنمتص كل الجلوكوز من الانتستين نوديه للدم، او كل الجلوكوز ما بننزلوش في البول نوديه للدم، فبالقطع هو في البلاد اعلى منه في الانتستين، ان ما بنفقدش جلوكوز وفي اليورين، يبقى ماشي بالعكس، يبقى جيرس كريديان، وعليه يبقى عاوزين اي تي بي، وعليه يبقى لازم الكارير بروتين يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي. واحد من اشهر الاسئله في الام اس كيو وفي الشفوي، ايه الفرق بين الفاسيليتيتد ديفيوجن اوف جلوكوز والاكتف ترانسبورت اوف جلوكوز؟ واحده ادت الثانيه ادت الثانيه. ديفيوجن يبقى ويذ جريدينت، يبقى ما فيش اي تي بي، يبقى الكارير بروتين ما عندوش اي تي بيز اكتيفيتي، عاوزين كارير بس ما عندوش اي تي بيز اكتيفيتي. انما اكتف ترانسبورت بيبقى اجنس جريدينت، وعليه عاوزين اي تي بي وعليه عاوزين اي تي بيز. ومره اخرى قلنا الكارير اللي هو عنده اي تي بيز اكتيفيتي ثلاث انواع، لو بينقل ماده واحده في اتجاه واحد زي الكالسيوم بامب يبقى يوني بورت، مادتين في اتجاه واحد زي الصوديوم والجلوكوز يبقى سيم بورت، مادتين في اتجاهين زي الصوديوم والبوتاسيوم بامب يبقى انتي بورت. دول ثلاث وظائف. نيجي البريفرال بروتينز، دول اربعه ممكن يشتغل كريسبتور لو بره او انزيم لو جوه. طب قلنا ريسبتور ان اكتف واللايجند ان اكتف، ده اسئله ام اس كيو دي كلها بنعيدها تاني، الريسبتور لايجند كومبلكس ولا اكتف؟ طيب سؤال تاني قلناه، ان ربنا سبحان الله خلى النمبر والسنسيتيفيتي اوف ريسبتور بتتناسب عكسيا مع اللايجند، مش بس النمبر والسنسيتيفيتي اوف ريسبتور، فلو اللايجند زاد عشان ما يحصلش هايبر فانكشن الريسبتورز تقل اللي هو داون ريجوليشن، والعكس بالعكس فايس فيرس قلناه. الاسئله ام اس كيو الصفحه دي مليانه مليون سؤال ام اس كيو، لان اهم حاجه في الانترودكشن بروتين في السيل ممبرين. طيب عشان لما يمسك اللايجن في ريسبتور بيأثر على انزيم اللي جوه، ده تاني وظيفه ان الانزيمز اللي في السيل ممبرين عباره عن بروتين. طب ازاي الريسبتور اللي ماسك في اللايجن اللي مش هيشتغل من غير لايجن يأثر في الانزيم؟ في ما بينهم ريجولاتوري بروتين اسمه جي بروتين، ده نوعين، في ستيميلاتوري جي بروتين لو عاوز تستيميليت الانزيم، وفي انهبيتوري جي بروتين لو عاوز تعمل انهبيشن، ده بيبقى ما بين الاثنين. يعني لو تتخيل في كوره بره اللي هي ريسبتور وكوره جوه اللي هي الانزيم، في ما بينهم كوره تانية اللي هي الجي بروتين، فده بيكونكت الريسبتور تو انزيم ريجولاتوري بروتين، ده ثالث واحد. طيب في نمره بقى ايدنتيتي بروتين، فاكرها قلناها، مش قلنا الكربوهيدرات مع البروتين بيعملوا جلايكوبروتين، بيعملوا الشاره اللي موجوده على السيل ميمبرين، الشاره دي مش معموله من كربوهيدرات بس، كربوهيدرات وبروتين، يبقى دي وظائف البروتين اسمه ايدنتيتي بروتين اللي هو الميجر هيستو كومباتبل كومبلكس، بيساعد الاميون سيستم انها تريكوجنايز السيلف من النون سيلف. يبقى اربع وظائف للبريفرال بروتينز.
فاضل اتنين بقى. ما احنا قلنا عندنا واحد تلاتة اربعة اتنين، عشان انا قلتها بطريقة لطيفة، واحد اتنين تلاتة اربعة. كونكشن اند اديجن، ده هيستولوجي يا اولاد اكتر من اي شيء، ده مش مهم او يجيبوش احنا كتير، بس برضه اقوله عشان نبقى لمينا الصوره للناس، للجامعات اللي عندها السؤال ده اللي هو الفانكشنز والبروتين في السيل ميمبرين. ده عنوان مهم جدا هنا، هنا ما بيجيبوش نظري بس ده عنوان مهم. العنوان ده مش عندنا هناك في بعض الجامعات، في البعض موجود، حتى اللي مش موجود اهي كلها اسئله ام اس كيو، اهم اسئله ام اس كيو في الصفحه دي. كونكشن اديجن ده هيستولوجي اساسي. ممكن البروتين يبقى بايندينج جانكشن، يعني يمسك خليتين في بعض، bind cells together. لو ان الجداران اصبح جدار واحد يسموه tight junction، tight يعني قوي، لكن ما زالوا جدارين فيما بينهم fibrils يعني عبارة عن شعيرات مسكاهم يسموها desmosomes في الهيستولوجي. طب لو في مسافة ما بينهم gap، يبقى نحط جاب جانكشن. ما احنا قلنا الجاب جانكشن ده هيكساجونال بروتين، يبقى ده ممكن تبقى كونكشن. الجدارين جدار واحد يبقى تايت جانكشن، لازقين في بعض بس ما زالوا جدارين، يبقى دي اسمه زومز، بعاد عن بعض نوصلهم بالجاب جانكشن، ده الكونكشن. طيب بعد كده ادهيجن موليكيول، ان احنا بنادهير السيل يعني بنلزق السيلز في البيز ميمبرين في البازير لامينا، وبنلزق السيلز ببعض، فده يسموه اديجن موليكيول. دي معموله من بروتين، الموليكيول اللي بيمسك الخلايا في السيل ميمبرين بتاع الخليه بالبيزر ميمبرين وبيمسك الخلايا ببعض اديجن موليكيول. وده مهم ليه في حالات الامبريولوجي، انت فاهم ليه؟ ما هو ما ينفعش الخليه الواحده في الجنين تنقسم لخلايا كل واحده تروح في اتجاه، لازم يمسكوا ببعض عشان يطلعوا كائن متصل ببعضه البعض، فمهمه جدا في الامبريونيك ديفلوبمنت وفي الوند هيلينج بنفس الوقت المنظر، ان انا عاوز في جرح عاوز التئم، فعاوز مش بس اعمل خلايا جديده والزقها في بعض عشان الجرح يقفل. ده الفانكشنز البروتين في السيل ميمبرين. يبقى 10 1 2 3 4 هقول العناوين يا اولاد بطريقه رائعه في الحفظ. 1 2 3 4 واحده لوحدها نستراكشر بروتين، 55% من السيل ميمبرين عباره عن بروتين. الانتجرال 3 اللي هي واخده الهول ثيكنس، يا تشانل يا كارير، والكارير نوعين، الكارير بتاع الفاسيليتيتد ديفيوجن لان مش عاوزين اي تي بي انه ويت جريدينت ما عندوش اي تي بيز، الكارير بتاع الاكتيف ترانسبورت انه اجينست جريدينت عاوزين اي تي بي عنده اي تي بيز. ادي ثلاثه بريفرال بروتينز، بره في ريسبتور، جوه في الجزء الداخلي من الممبرين في انزيم، الجزء الخارجي من الممبرين ريسبتور هو بريفرال بروتين، وبعدين في انزيم ويوصلهم جي بروتين. حتى في منه نوعين، ستيميلاتوري ستيميلات الانزيم او انهيبيتوري. وبعدين في ايدنتيتي بروتين، ان البروتين مع الكربوهيدرات عاملين على جدار الخليه شاره اسمها ميجر هيستو كومباتبل كومبلكس، تعرف الانشين بريزنتنج سيلز مين السيلف والنون سيلف، او اسف تعرف الاميون سيستم سيلز، انما الانشين بريزنتنج هي بتعرضها على الاميون سيستم سيلز. يبقى دول اربعه اهو، يبقى في واحد وفي ثلاثة وفي أربعة، فاضل الاثنين، ما احنا قلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. كونكشن اند اديشن، كونكشن بايندينج يعني تمسك جدارين بالكامل ببعض، لو أصبحوا جدار واحد يبقى تايت تايت يعني قوي، جدارين بس في شوية فايبر يبقى دي اسمه زومز. في مسافة بقى نشوف التدرج، الأول بقى جدار واحد وبعدين جدارين ماسكين بفايبرز وبعدين في مسافة يبقى الجاب جانكشن اللي هي الهكسابولا البروتين، زائد في موليكيول بتمسمر السيلز في بعض ومسمر السيلز في البازر ميمبرين، مهمة في الامبريو وفي الوند هيلينج. كده يا اولاد يبقى انا خلصت مراجعة انترودكشن، خلصت البلد نيرف ماسل اوتونوميك انترودكشن بمراجعتهم، وقلت لك ازاي هتعمل ام اس كيو، تسمع المحاضرة في وقت انت تعبان فيه عشان يبقى حتى سمار امثل الوقت، تايم مانجمنت، انت قاعد بتسمع مش محتاج تبقى فايق قوي أكثر من مرة، بعدين تحل اللي تغلط فيه ولا تراجعه تاني. لمذاكرة النظري بعد كده، أو لو أنت ضعيف في بارت، أديني اديت لك أحسن طريقة، تسمع المحاضرات الأساسية مرة واحدة، وبعدين ترجع تلخصها في إنك تسمع دي، كل تلات محاضرات في محاضرة، دي بقى تسمعها أكثر مرة ممكن، يعني المحاضرات الأساسية تسمعها مرة واحدة كل محاضرة. وبعدين تسمع دي أكثر من مرة،
طول ما انت ماشي كده حاطط السمارت فون معاك وتسمع تسمع ضاعش وقت في المواصلات في الحاجات دي، في اي وقت انت قاعد في النادي اسمع، بليف مي بليف مي. وناس كتير عملوها، مش بقول لك حاجه انا متصورها، الاوائل عملوها، بيقولوا احنا لو سمعناك مرتين مش حتى ثلاثه، مره المحاضره الاساسيه ومره اللي هي الكوندنس كورس الكراش كورس اللي هو نوت شيل يعني العصاره، مره تاني خلاص احنا مش عايزين نقرا خالص. احنا انت بتقول نفس كلام بنفس الطريقه بالفهم الرائع بطرق تحفيز بحصاد سنين، اعمل كده بليف مي لن يضاهيكوا احدا لا هناك ولا هنا. ناس متميزين كده بقابلهم في كل حته، اعلام اساتذه، رحت اعمل منظار لقيت الراجل الطبيب خلع الماسك بتاعه وخدني بالاحضان وذكرني بنفسه. قلت له ايه اللي جابك هنا في كندا؟ استاذ هيباتولوجي مجدي الخشاب. قال انت اللي قلت لي تعالى، هتاخد فرصتك هنا احسن. استاذ رائع دكتور مجدي الخشاب، وبعد كده بقينا اصدقاء وطول النهار نخرج مع بعض. اسعد حاجه ان انا بقول تلاميذ اليوم زملاء الغد، والاسعد منها لما يجي الغد لو كان في العمر بقيه وصح واقول زملاء اليوم كانوا تلاميذ الامس. اشكركم على وقتكم يعني اديتهوني، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، شكرا.